بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا النهاردة على موعد معاكم في الترانسبلانت إيمونولوجي بيرلز أند أدفانسز. إحنا قبل كده سجلنا حلقات في الإيمونولوجي. أنا طبعا مش إيمونولوجيست، مشتغلش إيمونولوجي، لكن المفروض أنا كدكتور ترانسبلانت نيفرولوجي أبقى أوير بكل الأدفانسز اللي حواليا في الإيمونولوجي، بتديني أفكار ريسيرش، وأبقى عارف الشورت كامينجز الأدفانتجز والبيتفولز اللي موجود. فطبعا بشكر الجماعه الكوردينيتور معايا دكتور كريم سالم والدكتور معتصم، ومعانا الناس كلها اللي موجودين على الاونلاين. الفقرات اللي هتكلم فيها ده تعتبر اربع محاضرات في محاضره واحده، وان شاء الله هحاول اكون برضو كونسايزد واب تو ذا بوينت كالطراء المعتاد. انا هبدا بانترودكشن ثم التيش تايبنج والادفانسز اللي تمت فيه، طبعا قطاع الانتيجين انتيبوديز وايه الجديد فيه النون اتش ال انتيبوديز والتايبنج للنون اتش ال انتيجنز وصل لفين. وهقول ان احنا كترانسبلانت نيفرولوجيست كل اللي احنا عاوزينه من الايمونولوجيكال ورك اب انه يفيدنا في البريبريشن، وبعد كده يبقى جود تول فور ريسك ستراتيفيكيشنز اند جايدنج ايمون سبريشن اند بيشنت مانجمنت. زي ما اتفقنا مع حضراتكم ان المحاضرات دي في سلسلة عملت، يعني هنا مثلا في اربع محاضرات هوت في توقيتات من 2015 لغايه 2017، واعتقد ان من 2012 كان في بيزكس، ثم في 2019 كان الفيديوهين دول. وانصح الجميع قبل ما يشوف المحاضرة دي ان شاء الله لو اترفعت يشوف الفيديوهات دي في الاول. بحب ابدأ البداية دي ببروفيسور جوزيف ميري اللي هو الانسان الجراح اللي زرع اول حاله ناجحه سنه ديسمبر 54 في هارفارد، وطبعا كان ليا الشرف ان اتصورت معاه في التوقيت ده في 54. لا كان في ايمونولوجي لاب ولا كان في ايمون سبريشن، لكن هو اعتمد طبعا سر النجاح كلكم عارفين على الايدنتيكال توين ما بين الريسيبينت والدونر، كانوا اثنين ايدنتيكال براذرز. اللي على فكره الكروس ماتش اللي هو الستاندرد اوف كير دخل سنه بعد 69، لان كادافيريك رينال ترانسبلانتيشن بدا 62، يبقى اول ليفنج دونر كيدني ترانسبلانتيشن ديسمبر 54، اول كادافيريك كيدني 62، اول اعتماد للكروس ماتش في الكيدني ترانسبلانتيشن سنه 69 بعد ملاحظه ان الكروس ماتش ده بيبريدكت الجرافت اوتكم. احنا حلمنا ايه في الترانسبلانتيشن؟ الحلم ان نعمل رينال ترانسبلانتيشن وذاوت ايمون سبريشن او وذاوت مينتنس ايمون سبريشن او with minimal very minimal immune suppression. يبقى عندي tolerance للجرافت، معناها ان البيشنت accepting الترانسبلانت الكيدني لكن يقدر يقاوم الانفكشن and malignancy. حاليا واحنا بنتكلم مع حضراتكم اتعملت سلسله من اللقاءات، وكان احد الاجابات على السؤال ايه الاوتستاندينج كويستشن في عالم الترانسبلانتيشن، وطلع الاوتستاندينج كويستشنز هو البي سيل انتيبوديز اند جرافت اوتكم، وعلاقه الانتيبوديز. طبعا البي سيل هتبقى ماتيورد للبلازما سيل، والبلازما سيل هتعمل سيكريشن الانتيبوديز، والانتيبوديز هتينتراكت مع الاندوثيليوم، وتنتهي القصه بانكريمينيشن لخلايا لانيت اميونيتي ومع اكوارد اميونيتي، وتنتهي بجرافت دامج. فطبعا وياريت القصة هي بي سيل وانتيبودي، ده في اوركسترا عندي من التي سيل، يبقى سي دي 4 تي هيلبر سيل بتعمل انتيجين ريكوجنيشن وبتقدم البوزيتيف ستيمولاي للبيتا سيل، عشان بعد كده البيتا سيل تتحور لبلازما سيل وتدي انتيبوديز، والانتيبودي تعمل انتيبودي انتيجين رياكشن وتعمل ديستراكشن للجرافت. وبيبقى من الاميون ريسبونس ميموري سيلز موجوده تعمل لي مشكله لو في ابيسودز ثانيه. يبقى انا عندي كل الكاسكيد ده مش منتهي عند كده بس، ده بعد كده بيحصل ستيميوليشن للانيت اميونيتي، والانيت اميونيتي فيها سيلز وفيها سايتوكاينز، وكل الكلام ده له دور، وبناء عليه بدا يبقى في دراجز تو اتاك كل الباثوي ديت. يعني انا طبعا النهارده ما بشرحش المانجمنت اوف انتيبودي ميديت ريجكشن، بس السلايدز اللي قدام حضراتكم ديت بتوري ان انا عندي التي سيل باثوي، والتي سيل باثوي عليها كلاستر اوف ديفرنشيشن، والكلاستر اوف ديفرنشيشن اللي موجوده ما بين التي سيل والبي سيل، وبعد كده البلازما سيل والانتيبوديز والانترلوكينز 6
والكلام ده كله. اعتقد الادويه حضراتكم شايفينها اهيت، ويمكن احنا مستنيين ميجا ترايلز على التوسيليزوماب والكلازا كوزوماب اللي هم الانتي انترلوكين 6 انتي بوديز، بحيث يحسنوا الانتي بودي ميديت ريجكشن. يبقى اذا كل ما بنفهم حاجه في الايمونولوجي بيبقى لها مردود في التريتمنت. يبقى ده الايه الكلام اللي احنا عاوزين نبدا بيه. يبقى اذا الهيومورال ارم متنوع، وبيحصل ريفوليوشن في المانجمنت. في مؤتمر الاسوت العام الماضي في سبتمبر 2019 كان في سلسله من المحاضرات على الانتي بودي والانتي بودي ميديت ريجكشن، وكلها كانت ديسابوينتنج لانه المانجمنت فيري ديفيكلت. السنه دي اونلاين في انصحكم جميعا تقروا 2019 اكسبيرت كونسنسس فروم ترانسبلانتيشن سوسايتي وركينج جروب على الانتي بودي ميديت ريجكشن كدياجنوزس اند مانجمنت. يمكن الدياجنوزس في الانتي بودي هجيب سلايد دي تاني واقول هم بيقولوا ايه في الدياجنوزس، لكن ما يخص التريتمنت ودي النقطه اللي هي في الانترودكشن مهمه جدا، ان التريتمنت از بيزد على اكسبيرت اوبينيون والايفيدنس ويك. حتى اللاينز اللي احنا بنستخدمها يعني في الاكتيف انتي بودي ميت ريجكشن بنستخدم اي في اي جي وبلازما بلس اور ماينس ريتوكسيماب، وفي الكرونيك انتي بودي ميت ريجكشن بنستخدمهم بس الايفيدنس اضعف كده ولا كده. الايفيدنس سواء في الاكتيف او في الكرونيك، اذا قلنا الاكتيف ويك فالتاني فيري ويك ايفيدنس اوف مانجمنت لان الحالات قليله. عشان كده بنصل الى كونكلوجن في موضوع الانتي بودي ميت ريجكشن انه ذا بيست واي for management of antibody mediated rejection. معايا دكتور معتصم؟ The best way is to prevent acute or to prevent antibody mediated rejection. وهو عشان كده عملنا هذه الجلسة، لأنه to prevent antibody mediated rejection لازم نفهم الإيمونولوجي. يبقى secret of success of transplantation is based على فهم الإيمونولوجي وتطور الإيمونولوجي سواء diagnostic ثم بتبنى عليه therapeutic. برضو قبل ما اخش في التوش تايبنج احب الفت نظر حضراتكم الى انه الاوبتن اس ار تي ار دي، ده طبعا ساينتفك رينال ترانسبلانت ريجستري داتا بتاعت امريكا، نزل خلاص في عدد يناير سبلمنت اهوت في 2020 في المجله ديت. يعني هتلاقوا فيها داتا كتيره بقى على الليفنج والكادافيريك. طب المسماتش اخباره ايه؟ يعني هنا مثلا الازرق ده هو الديسيزد يعني كادافيريك، واللون الثاني ده ليفنج دونر ترانسبلانتيشن، والمسماتشز من ناحيه الانتيجين المشهورين احنا طبعا عارفين المسماتشز بنعرفها زي معتصم عندنا A وB وDR ار ده اللي بنبص عليه، وعندي لكل واحد اثنين، واحد من الاب واحد من الام، فبنقارن الريسيفنت الدونر بالسته، فعندي الماكسيمم سته مسماتش اكوردنج للانتيجين. طبعا الكلام ده كله هنشرح التطور اللي فيه. هتلاقوا برضه في البي ار اي ونسبها ايه في الكادافيريك وفي الليفنج دونر ترانسبلانتيشن. انا طبعا مش هقعد اعرض الداتا ريجستري، لكن الداتا دي بتفهمنا حاجات كتيره، من ضمنها ان انا لو شخصت عندي بي ار اي عالي هضطر كمان حتى لو ده دونر نون سبيسيفيك بستخدم اندكشن ثيرابي اقوى. يعني هنا مثلا في البيدياتريك ترانسبلانتيشن كل ما زادت نسبه البي ار اي كالكوليتد بي ار اي كل ما زاد استخدام الديبليتنج ثايموجلوبين. خلونا نخش بقى على الفقرة الأولانية، وده تعتبر محاضرة لوحدها اللي هو التيشو تايبنج. التيشو تايبنج احنا لنا اكسبيرينس هنا، واحب ابدا بها كانترودكشن، وده طبعا نشرها استاذنا الدكتور غنيم في المقالة اللي تناول فيها الفاكتورز ذات افكت الترانسبلانت اوتكم. وزي ما حضراتكم شايفين كده احنا عندنا ال HLA-DR اهوت وال HLA وال B. فلو عندنا بصينا على الاوتكم بتاع الاتش ال ال اي دي ار ملاحظين هنا 10 year survival لو ما عنديش مس ماتش خالص 77%، بينزل ل 64% لو انا عندي واحد بس مس ماتش في الدي ار. احنا طبعا ما نزرعش التو مس ماتش في الدي ار. طبعا ده سنتر بوليسي وهنيجي للتفاصيل بعد كده في التيش تايب. طب كلاس 1 و2 لو عندي زيرو مس ماتش يعني فول ماتش في الـ HLA والـ B هلاقي 79% 10 year graft survival، بتنزل ل 69% يعني 10% reduction لو انا كل الـ HLA والـ B mismatched. ده according to our experience، طبعا ده univariate analysis. تعالوا نبص الى the most recent publications about the factors that affect the first year graft survival،
وده systematic review meta-analysis recently published. هتلاقوا ان ال HLA mismatch شايفينه بير مسماتش هنا ال بتاع معدي يعني 8% زيادة في الجرافت لوس عند السنة لو أنا عندي واحد مسماتش زيادة يبقى إذن ال HLA mismatch very respected. وبالمناسبة الفاكتورز اللي موجودة هنا دي هي الفاكتورز اللي أثرت في ال 1 year graft loss. الفاكتورز دي ما كانش لها علاقة بالجرافت لوس. يبقى ال in conclusion recipient age, donor age, standard versus extended criteria donor, living versus disease donor, HLA mismatch وده الموضوع بتاعنا بيأثروا في ال 1 year graft loss. كل ما كان هناك mismatch زي ما انتم شايفين كده 8% زيادة في graft loss لكل واحد mismatch. يبقى ده كلام مهم بتحط في حسبان في decision making. طبعا يعني احنا كنا نقول HLA2 HLA5 مش عارف ايه الارقام تطلع لنا كده. الوقت بقت القصة الكومبلكس بالشكل اللي قدامنا ده. لما يجي لك اي تقرير من تيش تايبينج لاب بتلاقي لما تلاقي السيبريتور ده موجود ده معناها موليكولر. فده HLA2 ده اول واحد ده القليل جروب. وبعد كده اللي بعده ده الصب قليل سبيسيفيك HLA بروتين. وبعد كده في عندي هنا هوت يوز تو شو سينونيمس دي ان اي سبستيتيوشن وذين ذا كودنج ريجون. وبعدين ده في النون كودنج ريجون. وبعد تنتهي بحرف الحرف ده دينوتنج معنى. المعنى ده ايه دكتور معتصم؟ ان يعني ايه؟ اهو بص معايا ان. يبقى انا عندي ان هي ريتها ان بس عندي ان وال واس وسي واي وكيو. الان معناها نل قليل. وده يخلينا اقول ليه احنا بنهتم بال HLA typing اشمعنى؟ لان ال HLA antigens are very important في ال immune recognition وهم موجودين على السيرفس. يعني ال HLA بتاع الدونر مهم لانه presented وال HLA بتاع الريسيبنت مهم لان هو ده اللي بيتعرف علشان يوصل المعلومات. فانا الاثنين مهمين عندي فعشان كده لازم اعرف التيش تايبنج. وكل ما كانوا matching مع بعض الريسبكتيف طبعا الايمين سبريشن. الايمين سبريشن حصل فيها تطور رهيب جدا الا انه ما زال التيشو تايبنج فيري امبورتنت. فمعظم الاتش ال انتيجين موجوده اكسبريسد على السيرفيس لكن بعضها ممكن يبقى نل معناها ممكن يبقى لور ذان نورمال سيرفيس اكسبريشن. بعضها سولوبل بروتين مش موجود على السيل سيرفيس. بعضها كوتشنبل. وبعدين السيدا بروتين ذات از بريزنت ان سيتوبلازم والايه apparent expression. يبقى كل حرف موجود في السافكس ده له مدلول مفيد. طب تعالوا بقى نشوف. احنا قلنا كان زمان بنجي لنا ال HLA بالشكل ده A2 وده A2. اما اجي اقارن الريسيبيانت ده للدونر ده ايه رايكم؟ الانتيجين ال A2 ده زي ال A2 يبقى ده انتيجين ماتشد. لكن اما وان ال A العلامه دي موجوده فبقى ده موليكولر وده قليل. فده اثنين اهوت ده اللي هو ال HLA الانجن الكبير اثنين والصب قليل واحد. هنا الاثنين والصب قليل واحد. يبقى ده الريسيبيانت والدونر القابل ده هوت بالنسبه لل A2 متشابهين ماتشد. ماتشد في ايه يا دكتور معتصم؟ ماتشد في الانجن وفي القليل. يبقى ماتشد. انا عاوز بس ايه نسخن كده لان في كلام بعد كده هيبقى على الابيتوبز والابلتس وهيبقى في كلام تقيل شويه. القابل اللي تحته ال A2 A2 يبقى هنا على مستوى الانتيجين الكبير سيميلر ماتشد. لكن الصب قليل ده واحد وده خمسة. يبقى هنا اقدر اوصفهم بايه الدكتور الحديدي؟ هنا تعليقك على القابل ده ايه؟ هو هنا القليل مش القليل مش ماتشد. يبقى انا عندي الانتيجين الانتيجين ماتشد لكن القليل مش ماتشد. يبقى ده قليل مش ماتشد. طب التالت ده لا انتيجين ولا قليل يبقى ده انتيجين مس ماتش. يبقى اذا بعد ما بقى في مولكولر تيستينج انا اقدر اقول فيه ده ماتشد على مستوى الانتيجين او مس ماتشد على مستوى الاليلز او الانتيجين مس ماتش. فبقت العمليه بقى فيها دقه اكتر. هنستغرب كلنا ما نعرف ان النومنكليتشر اللي هو المصطلحات اللي بتوع كل 3 4 شهور تلقوا اعداد المجلات مطلعه اصدار جديد بالنومنكليتشر اللي ايه يعني. هنا مثلا بتاع يوليا واغسطس سبتمبر منشور هنا في 2020 هتستغربوا في 72 صفحه. احنا بقى عندنا الاف مؤلفه من ال HLA وطبعا لا علاقه بالديزيز والكلام ده. بالمناسبه ال HLA معظم ال HLA
ممثلة في كروموزوم إيه يا دكتور معتصم؟ ما عدا دكتور معتصم قال كروموزوم 6 ما عدا. يبقى انا عندي ال اتش ال اي كله انا عندي فيه كلاس 1 وكلاس 2، وده في الفيديوهات اللي قبل كده اللي قلت لحضراتكم شوفوها. كلاس 1 موجود على كل النيوكليتد سيلز، يعني لو قلنا الار بي سيز عليها حاجه لا ما عليهاش لان ما فيش فيها نيوكليس. كلاس 2 موجود على الانجين بريزنتنج سيلز. حلو الكلام. الاستراكشر بتاع كلاس 1 3 الفا تشينز وبيتا 2 مايكروجلوبولين. حلو الكلام، حلو الكلام. الثلاثة ألفا موجودين على شورت أرم كروموزوم 6، لكن البيتا 2 مايكروجلوبولين بتاع كلاس 1 على كروموزوم تاني خالص. الكلاس 2 2 ألفا و2 بيتا، ومعظم الفاريابيليتي بتبقى في البيتا، عشان كده دايما نقول دي ار بي 1 دي ار بي 1، لانه اي 1 بي 1 ده الجروف اللي بينهم، والبي 1 هو اللي بيبقى فيه الفاريابيليتي ما بين الاشخاص وبعضها. فدي دي كلاس 2 اي وبي الاثنين موجودين على شورت ارم كروموزوم 6. عشان كده شورت ارم كروموزوم 6 ده واحد من الكروموزومات اللي دنسد قوي قوي الجينز عليها. فانا ما ننساش النقطه دي. بدا يبقى الكلام ان انا بدل ما اتكلم على انتيجين ابدا اتكلم على ايبيتوب. انا عاوز حضراتكم تستوعبوا معايا what is meant by antigen and what's meant by ايبيتوب. بصوا الاي دي دي، لو قلت ده اي دي ده الموليكيول بتاع الاتش ال اي هتيجي بعد كده في رسومات، لكن للتوضيح ده اسمه اتش ال اي انتيجين. لو قلنا ده الاي 2 ده اي انتيجين، هتلاقوا على اي دي اي بروزات اهي، شايفين العقل ديت الحاجات دي، دي كلها بنسميها ايبيتوبس، لان الانتيجين ده مش هيروح يلزق كله، الموليكيول ده كله مش هيروح يلزق على انتيبودي. الانتيبودي بيتعرف على اجزاء في الانتيجين اسمها ايبيتوبس. يبقى الايبيتوبس هي البارت اللي في من الانتيجين اللي بيروح يلزق على ايه يا جماعه؟ على الانتيجين، على الانتيبودي. الانتيبودي الجزء بتاع الانتيبودي اللي بيجي يشبك هنا، شايفين ايه دي؟ ده اسمه باراتوب. يبقى جزء الانتيبودي اللي بيشبك على الايبيتوب اسمه باراتوب، والايبيتوب هو جزء من الانتيجين. فهمنا؟ طيب هل الايبيتوب كله بيلزق على الانتيبودي؟ الاجابه لا، او الاجابه بس نعرف مش كل الجزء ده كله هو اللي بيحدد السبيسيفيسيتي. اللي بيحدد السبيسيفيسيتي لو قلنا النقطه البارزه دهيت الجزء البارز من الايبيتوب، لو قلنا دي كل العقله دي كلها ايبيتوب، شايفين؟ لو قلنا دي كلها ايبيتوب، شايفه معتصم ايدي؟ لو قلنا دي كلها ايبيتوب البتاع دي كلها، فلو قلنا النقطه اللي في النص ده الابلت، يبقى النقطة اللي في النص هي الابلت، هي اللي بتحدد السبيسيفيسيتي بتاعت الانتيبودي ايبيتوب انتراكشن او بايندينج. امال بقية الايبيتوب ده ايه؟ ده مهم جدا عشان الاستراكشر. يبقى اذا انا عندي في الايبيتوب، يبقى الايبيتوب تاني هو جزء من الانتيجين، وهتيجي رسمة الوقت هتوضح البتاع ده، ومش كله بيحدد السبيسيفيسيتي، ده في حته منه بتحدد السبيسيفيسيتي بنسميها ابلت، والابلت دي ممكن تبقى صغيره لدرجه فيو امينو اسيدز في حجم 3 انجستروم، يعني حاجه ضعيفه جدا، حوالي 3 من 10 نانو متر، فحاجه ضعيفه جدا. يبقى ده اسمه ابلت. بقيه الايبيتوب اسمها استراكشر ايبيتوب. يبقى انا عندي فانكشنال ايبيتوب ده ابلت، واستراكشر ايبيتوب بقيه الايبيتوب. نقرا مع بعض السلايد ديت، ودي كانت اتعملت في الكورس اللي اتعمل في الرينال ويك، ان انا عندي الايبيتوب امور جرانولار فورم اوف ماتشنج ايبيتوب اللي هو الابلت ماتشنج، هنتكلم ده العنوان. اتش ال اي مولكيول اكسبريس سيفرال ايبيتوبس زي ما انا قلت، يبقى الانتيجين بممثل بايبيتوبس كتيره. ديفرنت اتش ال اي مولكيولز اكسبريس سيميلر ايبيتوبس، يبقى الايبيتوب، لان الايبيتوبس عباره عن سيكونس اوف امينو اسيدز، فممكن اتش ال اي انتيجين نوع معين يطلع لي ايبيتوب ده يتعرف على انتيبودي او يبقى له انتيبودي سبيسيفيك للايبيتوب، والايبيتوب ده يبقى موجود في اكتر من انتيجين. يبقى القصه الوقت بدانا ايه نعقد الامور شويه، ما بقاش القصه اتش ال اي 2 بس، ده الايبيتوب اللي عليه لو هو موجود في حته ثانيه يبقى مشترك ما بين اكتر من انتيجين. المسماتشد ايبيتوبز كان بي مور اور ليس ايمينوجينيك، وهجيلها في ثانيه اهوت، يعني ايه ايمينوجينيك ويعني ايه انتيجينيك.
The burden of mismatched immunogenic epitopes is more predictive of outcome. The outcome اللي هو de novo DSA production than HLA antigen mismatch. أول معلومة عاوز أصلها إن موضوع بقى فيه تطور وقت في الفهم بالنسبة للانتيجينيسيتي عند الموليكول بتاع الـ HLA ده الموليكول الكبير، وداخل الموليكول الكبير فيه أمينو أسيدز اللي هي بتبقى اسمها إبيتوبز، والإبيتوبز دي فيها جزء فانكشنال وجزء ستراكشرال، والإبيتوبز دي ممكن تبقى موجودة هي نفسها موجودة متنطورة على أنجينز مختلفة الأشكال والألوان. ما بقارن الدونر والريسيبينت ريجاردنج للإبيتوبز ده ممكن يبقى أفضل من أنا أشوف الأنتيجين، لأن ده يديني فكرة عن المسماتش أكبر. يعني ممكن يبقى واحد A2 واحد A2 بس يبقى مختلفين في إبيتوب واحد مثلا أو بتاع، فده ممكن يبقى الإبيتوب ده لو اتعرف على الأنتيبودي ده يعمل لي مشكلة. الرسمة عشان تتضح، ده الـ HLA مولكيول الرسمة الكبيرة دهيت عليها أجزاء بنسميها إبيتوبز اللي هي الكلاستر أوف أمينو أسيد ذات آر immunogenic and or antigenic. والسؤال للدكتورة نور صباح، ايه الفرق بين immunogenic وانتيجينيك؟ دكتورة نور، ايوه، ايه الفرق بين immunogenic وانتيجينيك؟ هو انتيجينيك يعني بيكون انتي بودي، يعني الجسم بيكون انتي بودي ضده يعني، لكن immunogenic ممكن يكون immune modulator يعني مش لا لازم يبقى لا اعرفي بقى الصح كلمة immunogenic يعني هو حاجة يعني هو جزء من الانتيجين يستطيع انه يكون antibody، يبقى الحاجة اللي بتطلع antibody يبقى اسمها immunogenic، عمل immune stimulation بحيث يكون antibodies. لكن الانتيجين هو اللي الانتيبودي بيلزق بيشتغل عليه. تفهمت يا طول معتصم؟ يبقى الانتيجين هو الجزء من الموليكيول اللي الانتيبودي بيشبك عليه، لكن الاميونوجينيك هو الجزء هو الحاجه اللي من الموليكيول اللي بتستيموليت انتيبودي فورميشن. قد يكون هما الاثنين واحد وقد لا يكونوا حاجه واحده. يبقى في بعض الفروقات البسيطه بين كلمه اميونوجينيك يعني ستيموليتنج انتيبودي فورميشن وانتيجينيك كامبايند انتيبودز. يبقى ده كامبايند وده كان ستيموليت، الاميونوجينيك كان ستيموليت. عشان كده بداوا يتعرفوا على الابيتوبز وطلع حاجه اسمها اتش ال اي ماتش ميكر، وده برنامج كمبيوتر بيعتمد على المولكيولر ابيتوبيك ماتشنج او تايبنج. انا عاوز اقول لكم على حاجه، مش كل الابيتوبز اللي موجوده في الاتش ال اي مولكيول بتتعرف علشان اشوف الاتش ال اي ماتش ميكر، لا كل الابيتوبز اللي ممكن تبقى اكسبوز للانتيبودز، لان في ابيتوبز مش اكسبوز للانتيبودز. انا هقعد اوجع دماغي معاها ليه؟ يبقى الاتش ال اي ماتش ميكر بيشوف اي ايبيتوبز ممكن تبقى على السيرفس وتبقى معرضه للانتيبودي فورميشن. يبقى ده تارجتنج مين يا دكتور معتصم؟ البي سيل، لان في سيستم تاني انا الايمين ريكوجنيشن انا عندي في بي وتي سيل. التي سيل مش عليها انتيجين ريسبتور صح ولا لا؟ مش بتعرف على اتش ال اي مولكيول بتاع الدونر في وجود الاتش ال اي مولكيول بتاع الريسيبيان، يقوم التي هيلبر سيل اكتيفيتد، تقوم تاكتيفيت البي سيل، البي سيل تطلع تتحور بعد كده. يبقى انا عندي ايبيتوبز على البي سيل وايبيتوبز على التي سيل، فانا ممكن اشتغل على البي سيل اشوف الايبيتوبز اللي هي هتبقى بالنسبه لي تبقى اكسبوزد للانتيبودي رياكشن، او التي سيل بريدكتد وهنجيلها بعد كده شويه. عشان كده الموليكولر ماتشنج او الايبيتوب ماتشنج عندنا الجدول ده ملخصه تحت العناوين دي: اتش ال اي ماتش ميكر ده كمبيوتر الجوريزم ديفلوبد تو ديتيرمين ابلت، وقلنا الابلت كان زمان لها وصف والوقت هو نعتبرها كده هي الفانكشنال بارت اوف ايبيتوب. ان انتيبودي اكسسبل لوكيشنز اد اسينشال كومبوننتس اوف اتش ال اي ايبيتوبس. An applet represents a cluster of polymorphic amino acid residues, either linear. كان الأول بيقولوا إنه لازم يبقى continuous عشان أقول عليها triplet، ولازم تبقى discontinuous عشان عليها applet. خلينا نقولهم applet وخلاص. الـ applet هو الـ functional part من الإبيتوب،
وذن 3 لـ 3.5 انجستروم اللي هو 3/10 نانومتر. As a given, sequence position on HLA molecule surface, these polymorphic residues are thought to be responsible for induction of antibody response. حلوة القصة دي يا دكتور معتصم. يبقى أنا مفصص ال HLA molecule اللي هيبقى exposed للأنتيبودي يبقى ده اسمه HLA matchmaker. يبقى ده based على الأنتيبودي epitopes. وبعد كده antibody verified epitopes. مش كل epitopes ثبت انه له antibodies. فاللي ثبت in vitro antibody له يبقى اسمه antibody verified epitopes. يبقى الابيتوب هو حجم على من الامينو اسيدز. وفي الغالب اذا قلنا الابل 3 انجستروم الثاني يبقى 15 اللي هو الابيتوب الكامل. مش كل ابيتوب هيبقى له انتيبوديز. فلما اتعرف على الانتيبودي فيريفايد ابيتوبز يبقى ده ممكن يبقى ايه شكل بشكل مور امبرسيف على الريسك فاكتورز. يبقى فيسيولوجيكال ترازاكي ابيتوبز experimentally defined using monoclonal antibodies or antibodies that were absorbed and eluted from recombinant HLA cell lines and analyzed with single antigen bead assay. الطريقة الكونسبت الثالث physicochemical, the computer algorithm developed to determine the number of amino acid mismatches after interlocus and intralocus subtraction. يعني بيبص للموليكيول من جميع الجبهات. وبعدين and their physicochemical properties such as hydrophobicity and electrostatic mismatch score. على فكرة ده أصعب جزء في المحاضرة لكن بعد كده الأمور هتمشي سهل. يبقى ده كل ده اتكلمنا على الانتيبودي based on antibody epitopes فيها HLA match maker و antibody verified epitopes و physicochemical concepts. هنيجي لل based on T cell epitopes اسمها بيرش 2 لان انا ده كمبيوتر الجوريزم developed to predict donor mismatched HLA derived T helper cell epitopes. It is based on the prediction of binding affinities of mismatched HLA derived peptides to class 2 using net MHC class 2. يعني ده البرنامج الكمبيوتر وهنا بدل ما بيشوف الانتيبودي ده بيشوف ان هي بتتعرف على تي هيلبرسيل. يبقى اذا انا عندي حاجات انتيبودي بيست وحاجات تي سيل بيست. وفي ناس بتقول لو انا اتعرفت عملت الاثنين مع بعض او عملت كل الطرق فبيديني صوره اشمل واعم على التيشو تايبنج. يبقى اذا الدنيا بدات تتعقد. يبقى انا عندي الرسمه دي فيها الكلام ده بي سيل ايبيتوبس اللي بيمثلها الاتش اللي هي ماتش ميكر والانتيبودي فيريفايد ايبيتوبس والفيزيوكيميكال كونسبت وعندي التي هيلبر سيل ايبيتوبس اللي هو البيرش 2. وحضراتكم لو دخلتم على النت وكتبتوا بيرش 2 هتلاقوا برنامج وسوفت وير ولو دخلتوا على اليوتيوب هتلاقوا حاجات ازاي ده فايدته بتعمل ازاي. لكن كل من ال HLA match maker والبيرش 2 بيديني الجوريزم بيديني risk stratification وبيديني refinement of tissue type. يبقى ده الجوريزم to predict indirect recognizable HLA epitopes in solid organ transplantation. يبقى اعتقد الجزء ده technical شوية لكن احنا شايفين الدنيا ماشية ازاي. فلو بصينا لل 3 dimensional structure ده class 2 هو عندي الفا اللي هي اللون الباهت واللون غامق البيتا سب يونت هلاقي بقى حاجات امينو اسيد. يعني انا لو الامينو اسيد على الكلام القديم هو 3 ورا بعض اسمهم تريبلت وهنا 3 مش على بعض ده بس ممكن يكونوا قريبين من بعض وانت بودي يتعرف عليهم فبنسموهم ابلت. لو احنا اعتبرنا ده ابلت وده ابلت ما عنديش مشكله. وبعد كده ده امينو اسيد مس ماتش فبقى في مس ماتش اب تو الامينو اسيد في الاستراكشر العنيف ده. حلو الكلام. فيبقى انا عندي امينو اسيد سيكونس مس ماتشنج وابلت مس ماتش واتش اللي هي ماتش ميكر وكل الكلام ده بيصب في النهايه علشان اتعرف على الاميونيتي. لسه الدكتور معتصم كان بيدي محاضره على الاومكس النهارده وكان بيتكلم على الايلو سبوت. يبقى انا كل الكومبوننتس بتاعه الاميون سيستم اقدر اتعرف عليه. الجدول ده برضو بيورينا او المقاله ده هي ده ريفيو
جديد بيوري موضوع الملوكولر ميس ماتش وهل احنا في حاجه اليه ولا لا. لغايه النهارده طبعا مش موجود في كل الاماكن, لكن اللي هو وخاصه اللي هو المور ريفايند اند كومبليكيتد باث ويز, لكن التندنسي توارد الملوكولر واستخدامه افضل من الطريقه العاديه. اللي تعالوا نبص هنا, انا لو قلت ده اتش ال دي ار ميس ماتش وده دي كيو ميس ماتش, هنا واحد ميس ماتش ده واحد ميس ماتش, الواحد ميس ماتش ده وده افراد مختلفين, ممكن الابلت ميس ماتش يشوفه من كام لغايه كام. يبقى اذا كلمه واحد ميس ماتش ليست معبره دقيقه عن الميس ماتش الحقيقي, لان انا ده واحد ميس ماتش ممكن الابلت ميس ماتش يبقى من حاجه بسيطه الى حاجه معقده جدا, وكذلك الاثنين ميس ماتش في فاريابيليتي وفرايتس كبيره جدا. فبالتالي انا منتقل من الاندجين ميس ماتش الى الموليكولر والابلت ميس ماتش هيديني فكره ادق عن التيشو تايبنج ما بين الريسيبينت والدونر. اعتقد انه ايه ان ممكن في الفيوتشر يبقى هو ده المعتمد في كل الاماكن, لكن احنا منتظرين مور داتا. الجدول ده هنقراه مع بعض, معلش انا بتقل في القصه دي شويه لانها مهمه جدا. يبقى انا عندي الاتش ال اي تايبنج ده جينيتك سيكونسينج اوف دي ان اي انكودنج اتش ال اي ات لو اور هاي ريزولوشن. يبقى انا لما اقول كلمه اتش ال اي تايبنج معناها ده. هاو داز ان ايبيتوب ديفر, ايبيتوب انكوربريت انفورميشن اباوت ذا كونفورميشن اوف ترانسكرايبد بروتين. الليميتيشن هاي ريزولوشن تايبنج required to identify allelic mismatches but more expensive and takes longer time. يبقى ده ما يخص كلمه اتش ال اي تايبنج. اما تيجي تقرا في الكتب المناعه وكان زمان يقول لك كريج, كريج يعني كروس رياكتنج جروب, ده جروب اوف اتش ال اي ذات بروفوك كروس رياكتيف انتي بوديز. ذا برودكشن اوف كروس رياكتيف انتي بوديز ريفليكتس but doesn't directly measure shared epitopes among Craigs. يعني عشان ما تقوليش ده ما هو ده, يبقى بدل ما اشتغل على الابيتوب والابلت والكلام ده ما انا هشوف الكروس رياكتنج جروبز وخلاص. only identifies some epitopes and has not been widely incorporated into large scale matching algorithms. epitope area of folded HLA that elicit an immune response, وفي الحالة دي بتبقى اسمها immunogen from beta cell. True epitope can be shown to evoke an in vitro antibody response اللي هو الايه الverified epitope, antibody verified epitope. وده بقى traditional models of epitope, baratope هو الجزء من الانتيبودي اللي بيلزع على الepitope, focus on the reaction to non-self HLA only. triplet series of amino acid positioned on the folded HLA where they are predicted to act as epitope. يبقى التريبلت ده هو اصغر حته وده زي ما قلنا هو ده الفانكشنال epitope. only accounts for some theoretical epitopes, doesn't include non continuous, لان non continuous بنسميها ابلت. وعشان كده دلوقتي بحب كلمه ابلت. الابلت longer non-continuous series of amino acids that are predicted to act as epitopes. Identify more theoretically plausible epitopes. No measurement of antibody response. Some ablets may result in deleterious DSA and other may be benign. وده مشكلة الموليكولر يا دكتور معتصم, ان مش كلهم. اما اقول هنا ده mismatch وده mismatch, هل هو mismatch ويعمل لي مشكلة ولا mismatch ومش هيعمل؟ فهنجيلها بعد شوي. immunogenic ابلت previously reported to result in DSA. يبقى ده خلاص اتعمل عليها ريبورت ان عملت DSA او لها انتيبودي ضدها. As determined by in vitro antibody production. More closely reflects but remains a prediction of the likelihood of an ablet mismatch. Doesn't account for other aspects of the host immune system. عشان كده مش ما فيش حاجه واحده بس هي اللي بتعبر عن كل حاجه. الايورو ترانسبلانت اكسبتبل مسماتش بروجرام
identifies HLA that would otherwise be excluded from the donor population. Not sufficient in isolation for all patients. وبعدين في حاجات أخرى. طيب نطلع بقى من المزنق ده. يبقى احنا الوقت اتعرفنا على ان انا عندي antigens. وبعد ما اتعرفنا الانتجين بدأ يبقى في عندنا epitopes. وبدأ يبقى في عندنا إبلت. وعندنا في methodology. ما تنسوش ان في حاجات antibody زي ال HLA match maker او البي epitopes. وحاجات T-cell epitopes زي ال برش 2. حلو الكلام. هل الكلام ده فعلا مفيد؟ ما انا الكلام ده لو مش مفيد اتعلمه ليه؟ ده احد المقالات اهي ال HLA-DR وال DQ molecular mismatch. هنشوف البروجنوز. فهم درسوا الحاجات ديت وشافوا البولومورفيك امينو اسيد وقلنا الابل 3 والابيتوب 15 وشافوا هنا الاعتماد على السنجل مولكيولر ستادي سنجل مولكيول ابلت مس ماتش كان مع الاوتكم اوف ترانسبلانتيشن افضل من التراديشنال هول انتجن مس ماتش وحتى من السم مس ماتش للابلت يبقى السنجل مولكيول مور ريفاين وبالتالي بدا يحصل الريسك ستراتيفيكيشن اللي كان قديم مبني ازاي انا ابص على الدي ار والدي كيو مس ماتش الدي ار 01 مس ماتش صح او 2 مس ماتش سقفه 2 وبعد كده والدي كيو نفس الكلام فهنا ده النظام القديم لو عندي 0 مس ماتش في الاثنين ده الجرافت سيرفايفل دي ان اي فري سيرفايفل اهوت يبقى هنا مفيش دي ان اي ومفيش مشاكل والسيرفايفل كويس لكن بالطريقه القديمه بالانتيجن مس ماتش 1 ل 2 و 2 ل 4 هنا شوفوا الكيرفين قريبين من بعض لما بدانا نشتغل بالميثود اللي هي الصم مولكيول او السنجل مولكيول بدات القصه تتباعد عن بعضها يبقى هنا هوت بالصم مولكيول الصم مس ماتش وبالسنجل مولكيولر مس ماتش بالسنجل مولكيولر مس ماتش اللي هو السنجل مولكيول ابلت مس ماتش الكيرف تباعد جدا اهوت وبقى الريسك ستراتيفيكيشن بقى اقوى بكثير ومش بس في الانتي بودي ده في التي سي ميديتد والانتي بودي ميديت ريجكشن ويمكن هنا اهوت واضحه بوضوح الشمس شوفوا هنا لما اشتغلنا على السنجل مولكيول بقى عندنا اقدر اقسم العينين الى لو ريسك وانترميديت ريسك وهاي ريسك ده للتي سيل ميدييتد والانتي والدينوفو دي اس اي فورميشن والانتي بودي ميدييتد يبقى اذا القصه ديت قصه مهمه جدا الابلت مس ماتش في استادي ثانيه اهوت كل ما المس ماتش زاد يعني شوفوا هنا سيبكم من الحاجات اللي فوق دي كلها تعال نبص على اتش ال اي 2 ابلت مس ماتش اللي تحت ده لو من 0 ل 5 ده هيبقى الريفرنس ستاندرد اللي بقيس عليه لو بقى من 6 ل 12 الهازارد بقى 7.2 ده ايه بريدكتور اوف انتي بودي ميديت ريجكشن يبقى الانتي بودي ميديت ريجكشن لو الابلت مس ماتش زاد عن 5 هيزيد 7 فولد طب لو زاد عن 13 ابلت مس ماتش ده احنا وصلنا ل 11 فولد زياده في الانتي بودي ميديت ريجكشن يبقى احنا ما بنتكلمش على كلام هلامي ده استدي على 118000 انسان 118 كان بالشاف الابيتوبز وعلاقتها بالاوتكم يعني ده relative hazard of death censored graft failure by increments of overall and antibody verified ablet mismatch هتلاقوا كله معدي الواحد يبقى هنا 2% لو كلاس واحد وهنا 2% 3% يبقى اذا وده per single antibody verified mismatch per 10 overall هتلاقي هنا زاد 17% يبقى اذا بيعمل ريفاينمنت للريسك وبريدكشن وفي ترانسبلانت جلوميرولوباثي. القصه دي برضو فيها كلام على انه ان احنا المفروض نتعرف بدقه وناخد فرصه نتعرف على الايميجينيستي مش كل ميس ماتش دي النقطه اللي قلتها لك ودي بتزود صعوبه الموضوع دي من اصعب الاشياء مش كل ميس ماتش هيبقى مرتبط باوتكم يعني لو جينا نفرق هنا هو ده ايه ده بيشنتس دول دينوفو دي اس اي بوزيتيف وعندهم دي كيو دي اس اي
ودول دي كيو مس ماتش ودي اس اي نيجاتيف. يبقى انا عندي مس ماتش هنا مس ماتش بس ما فيش دي اس اي. طيب تعال نركز على المجموعه ده اهي. في دي كيو دي اس اي عندي 2 مس ماتش 2 دي اس اي و2 مس ماتش 1 دي اس اي. يبقى اذا القصه 1 مس ماتش 1 دي اس اي، يبقى مش كل مس ماتش هيعمل لي دي اس اي، يبقى مش كل واحد بيعمل لي القصه دي. عشان كده المفروض نتعرف على المور ريسبوندنج او المور اكسايتنج الانتي بودي فورميشن. على علشان تقروا الهيستو كومباتيبلتي بشكل ميسر انصح بقراءه الشابتر ده من كتاب اللي هو بيتر موريس كيدني ترانسبلانتيشن طبعه 2020 شابتر 10. هتلاقوا ان ما عادش القصه A و B وخلاص، ده هنا اتش ال اي اي وبي وسي واي واف وجي، وكل مدى العمليه عماله تزيد، فده عماله تزيد. لكن هيبقى الحاجات اللي هي الاساسيه اساسيه، وزي ما قلنا هنا نبص على الكلام ده. طب الكلاس 2، الكلاس 2 في دي ار ودي ار. اما بقول هنا بقول دي ار اي لان ده الفا تشين، وبي 1 احنا بنبص على البي 1 في معظم المس ماتش لان البي 1 هي اللي عليها الفاريابيليتي اكتر، والدي ار بي 1 هو الموست ريبريزنتد دي ار. لكن ممكن يبقى عندي 2 و3 و4 و5 و6، شوف العمليه عملت، ودي كيو اي وبي ودي بي. فالقصه معتصم بقى قصه فيري فيري كومبليكيتد، وكل يوم بيزيد لهذا العلم حاجات كثيره جدا. نيجي لاخر نقطه اللي هو ريزوليوشن اوف اتش ال اي تايبنج ميثودز and their application to renal transplantation. عندي في حاجه اسمها HLA allele matching high resolution two field DNA sequence based typing، وفي split HLA specificity matching ده serology and low resolution generic DNA typing، وبعدين في broad HLA specificity matching ده serology and low resolution generic DNA typing، HLA-B ODR matching serology and low resolution، وEpitope matching serologically defined cross reactive groups serologically defined motifs single amino acid residues. يبقى في عندي انواع كثيره جدا، وفي تريبلت وابلت امينو اسيد ميس ماتش. كل ما زاد الريزوليوشن كل ما زاد التعبير عن كنهه الايه المولكيول. يبقى انا علشان اقفل القصه دي لما اقول عندي اتش ال اي مولكيول واقول عندي اي 2 باللو ريزوليوشن، عاوز اتعرف على كل تفاصيله واتعرف على الايبيتوبز اللي موجوده على السيرفس، ببقى عاوز اعمل مور ريفاينمنت عشان اعرف الشكل بتفاصيله، لان التفاصيل ممكن تفرق لي عيان اي 2 يزرع وما يحصلش مشكله، وعيان تاني يحصل فيه ايمونولوجيكال رياكشن او ريجكشن او انتي بودي فورميشن. قبل ما اخش في الانتي بودي، حد له سؤال في النقطه دي؟ لو اي حد من المجموعه اللي معانا له اسئله، لان ده هو اصعب جزء في المحاضره اللي هو الاتش ال اي تايبنج والموليكولر والكلام. في اي سؤال؟ ترى نور؟ في حد رافع ايده؟ دكتور الحديدي، ها؟ دكتور محمد الحديدي اتفضل. لو سمحت دكتور حسين، هو انا بتكلم على الوقت احنا بنعتمد ال اتش ال اي بي ودي ار. طيب بالنسبه للدي كيو، ايوه، هل كرنتلي بقى ابلايد ان براكتس؟ يعني بقى ابلايد ان براكتس مش بس ان انا بعمل ثيوريتيكال ريسيرش عشان اشوف الايفكت اوف دي كيو، يعني هل في سنتز بتعتمد الدي كيو في اختيار الدونرز؟ انا هاجي لها في الاخر، لان في الكيديجو 2017 والكومنتري بتاع تودوكي 2020 فيها حته في الريكومنديشن للقصه دي. احنا كنا في 2015 الاوربان بيست براكتس جايد لاينز بتقول لك ما بنعملش دي كيو ماتشنج الا لما يبقى باللومينكس بالانتي تشيلا انتي بودي في انتي بودي اجنست الدي كيو. فساعتها بعمل الدي كيو ماتشنج عشان اشوف ده دي كيو الدونر سبيسيفيك ولا لا. لكن على ما يبدو ان القصه ماشيه في الاتجاه ده، والمعامل اللي هي المحترمه من زمان بتعمل الدي كيو روتين. يعني المعامل اللي هي الويل اكويبد، اقصد بكلمه محترمه يعني ويل اكويبد، بتعمل الدي كيو وبتعمل حاجات ثانيه. يعني الكلام ده موجود بشكل مكثف
وعاوزك تسأل عندك في إنجلترا في شيفيلد بيعملوا الكلام ده ولا لا وتبقى تقول لي. لكن بتعمل في إسبانيا وبتعمل في هارفارد وبتعمل هنا وهنا الكلام ده شبه روتين. لأن ده ال في مقالات كتيرة وميتا أناليسس وريفيو ورلت إن الدي كيو ده مشكلة كبيرة وإنه الأنتي بوديز بتاعته هي لأن إذا كان الدي آر بي 1 هو المهم فنعاني الدي كيو إيه والدي كيو بي فيهم فاريابيليتي الاثنين. والأنتي بودي أغنيس الدي كيوز هيجي بعد شوية ممكن ينشيت إميون رياكشن وأذر إميون بروفايل. أوكي؟ في أي سؤال تاني؟ هنخش على الانتي تشيلا انتي بودز. من زمان اول انتي تشيلا انتي بودز انا انترستد بها وده يمكن صوره الاستاذ دكتور ده ادجار ميلفورد الدكتور ادجار ميلفورد ده من الناس اللي انا يعني اشتغلت معهم فتره في هارفارد في 2008-2009 وكان بيعمل لكل الناس في التوقيت ده كل الناس لاب سكرين اجنست كلاس واحد ده بيطلع ده كلاس 1 ده لومينكس يقول ده كلاس 1 ولا كلاس 2 وما يطلع كلاس 1 باللاب سكرين بعد كده يعمل سنجل انجن في ذاك الوقت. احنا هنا في المنصوره دكتور غنيم كان صاحب فكره عظيمه جدا ان احنا كان عندنا 153 ترانسبلانتد بيشنت. الكلام ده طبعا المقاله دي منشوره من مده من سنه 2009 والكلام ده كان في 2007 وكان الناس ترانسبلانتد وكان بنعتمد على كروس ماتش كله ريبيتد لنيجاتيف ولما اتعامل باللومينكس ريتروسبكتيف للسيرة اللي ريزيرفد في اللاب طلع 104 ما عندهمش و33 دونر نون سبيسيفيك و16 دونر سبيسيفيك ولقينا الانتي بودي ميت ريجكشن كان دايجنوزد فعلا ببايوبسيس في الايرلي بوست ترانسبلانت بيريود بالنسب اللي حضراتكم شايفينها ديت وجود الدونر سبيسيفيك انتي بودي كان نسبه كبيره جدا منهم يعني 31% 5 من 16 جالهم انتي بودي ميديتد ريجكشن. ومن القصر العيني دكتور محمد نصر الله من القاهره برضه نشر مقاله حديثه على اللومينكس كروتين وهنا كان 1030 حاله نوت تيستد باي لومينكس وتيستد باي لومينكس 778 حاله وورى انه اللومينكس انكوربوريتنج لومينكس ك روتين بأسوسييتد ببيتر بريدكشن يعني هنا تيستد هنا هو ريجكشن ذا فيرست ويك 3.9% هنا 10% لو اللومينكس ما كانش موجود واستخدام اللومينكس قلل فرص الريجكشن من 1 ل 36% يبقى نزلها من 1 للثلث وده البي فاليو سيجنيفيكانت والانتي بودي ميت ريجكشن في اول 6 شهور هنا 2.5 وهنا 6% وبرضه نفس الكلام 39% في الاودز ريشيو البي فاليو سيجنيفيكانت يبقى استخدام اللومينكس تكنولوجي قلل الريجكشن في اول سنه من الترانسبلانتيشن. زي ما قلت لكم انا هستخدم تاني المقاله اللي بتوري الكونسنسس ريبورت وانصحكم جميعا تقروها لان بتدي فكره على الدياجنوز والمانجمنت. ففي الدياجنوزس هتلاقي ايفيدنس كويس للدياجنوز لكن التريتمنت الايفيدنس ضعيف. فهنا الـ first line screening for allo antibody would be with single engine bead solid phase assay lab screen 1 lambda or live screen but multi engine beads can also be used with a level 1A يبقى ده الـ evidence كويس for diagnosis. تعالوا نبص على الـ antibodies أنواع الـ antibodies A أنواع الـ anti-HLA antibodies A. حد من الدكتور الحريري أنواع الـ antibodies A في عندي الـ anti-HLA class 1 antibody هو الـ BRA class 1 وفي الـ anti-HLA class 2 antibody هو الـ BRA class 2 تمام وإيه تاني؟ أنا قدامك سلايد اهيت خليك معايا السلايد ديت أنا بعرض قدامكم فيها إزاي بتعرف على الـ antibody. إحنا ممكن نتعرف على الـ antibody بالكروس ماتش وما يطلع عندنا كروس ماتش الـ CDC كروس ماتش بوزيتيف خلاص ده بالنسبة لنا يعني وبالنسبة لأي مكان مش هقدر اعمل ترانسبلانتيشن الا اذا عملت ديسنسيتايزيشن يبقى عندي سي دي سي كروس ماتش وعندي سي 1 كيو اسي للمونكس وعندي فلو سايتومتري كروس ماتش وعندي سنجل انجن بيد اسي.
يبقى انا ده الميثودز اللي بشوف بها الانتيبوديز. يبقى عندي سي دي سي، عندي فلو سيتومتري كروس ماتش، عندي سنجل انجن بيد، عندي سي 1 كيو اس اي. ايه الفرق الجوهري ما بينهم؟ السي دي سي كروس ماتش والسي 1 كيو اس اي بنسميها فانكشنال بايننج اس اي. يبقى الفانكشنال بايننج اس اي اللي هو السي 1 كيو اس اي او السي دي سي كروس ماتش بنسميها فانكشنال. وبمناسبه فانكشنال بتلقط هي الانتي بودي لما يكون الاماونت بتاعته كبيره. عشان كده ده السي دي سي كروس ماتش ليس سنسيتيف ذان الايه البايندنج اساي. يبقى انا عندي تو ميثودز فور اسايز اوف انتي بوديز، في عندي فانكشنال اند بايندنج. الفانكشنال ده ليس سنسيتيف بس سبيسيفيك جدا وبنعتمد عليه. يبقى انا عندي الفانكشنال وعندي الفلو سيتومتري كروس ماتش وعندي السنجل بيد اللومينكس، الاثنين فيري سنسيتيف. يبقى كل مكان كومبلمنت في القصه كل مكان بيحتاج هاي ليفل من الانتي بوديز. يبقى عندي تو اسايز فانكشنال اند بايندنج اساي. ده ستادي اتعملت برضو. لو انا بكلم الدكتور محمد الحديدي قال انواع الانتي بودي كلاس 1 اند كلاس 2. طيب ما انا ممكن اقسم الانتي بوديز الى اكوردنج الاساي فانكشنال اند بايندنج، اقدر اقسمهم الى بري فورمد ودينوفو. بري فورمد معناها كانت موجوده قبل ترانسبلانتيشن، والبري فورمد قبل ترانسبلانتيشن ممكن تبقى دونر سبيسيفيك ودونر نون سبيسيفيك، واللي قبل ترانسبلانتيشن حتى لو دونر سبيسيفيك ممكن اسميها ايه لو ام اف اي وهاي ام اف اي. يبقى في تقسيمات كتيره جدا. فعلى سبيل المثال لو في بري فورمد دي اس ايه يعني دونر سبيسيفيك انتيبوديز موجوده قبل ترانسبلانتيشن، احنا هنا جرافت سرفايفل. شوفوا لو خدنا كل الدونرز هتلاقوا هنا اهوت ده نو دي اس اي، فالسرفايفل اللي ده لير جراف سرفايفل افتر ترانسبلانتيشن فارق سيجنيفيكانت على لو في دونر سبيسيفيك سواء تحت الثلاثة او فوق ال 3000. اعتقد واضحه جدا. يبقى اذا وجود الدي اس اي ده باد نيوز. هنا في تفصيل اكتر، المور يعني المور وورس اوتكم، يعني الاوتكم الاوحش الأسوأ، يا ترى في الليفنج ولا في الكادافيريك؟ تعال نبص هنا. في الليفنج دونر جرافت سيرفايفل لو تحت ال 3000 الهازر ريسك 2 فولد. تمام؟ هنا وقت في الديزيز ده طبعا ده عند ايه؟ ده تحت 3000 وده فوق ال 3000 وده عند الثلاث شهور. هناخدها التفصيص بتاعها اللي تحت. عند الثلاث شهور 1.7 وهنا هوت نون سيجنيفيكانت. لكن في الليفنج يبقى ده الفرق، ده الليفنج وده الكادافيريك. الليفنج يبقى الليفنج اللي فوق معتصم والكادافيريك اللي تحت. الليفنج اسوأ من الايه؟ من الكادافيريك. يبقى وجود البري فورم الدي اس اي وير اسوسييتد وذ هاير ريسك اوف جرافت لوس ويتش واز جريتر ان ليفنج ذان ان ديسيز دونيشن، اتش دي اس اي بلو 3000 were associated with worse graft survival. يبقى هنا هو لو احنا قلنا اللي فوق ده هو الليفنج، تحت ال 3000 الهازر ريسك 2 فولد، فوق ال 3000 3 فولد في الليفنج. طب في الكادافيريك عن 3 شهور تحت ال 3000 1.7 وفوق ال 3000 نو سيجنيفيكانت. في الديزيز دي بقى اللونج تيرم 1.5 وهنا 1.9 ونو ديفرنس بتوين كلاس 1 2 او بوث. يبقى خلصت الكلام ان البريفورمد دي اس اي بتاثر على الاوتكم، والتاثير ده بقى اكتر في الليفنج دونر كيدني ترانسبلانتيشن. نيجي للنقطه الثانيه، ما احنا قلنا تقسيمه الانتي بودي في فانكشنال وبايندنج، والبايندنج ممكن تبقى سي 1 كيو وممكن تبقى في 3 دي. يعني انا اقدر في اللاب اعمل فيردر تيستينج علشان اشوف الانتي بودي كان بايند سي 3 دي او سي 1 كيو. طب لو سي 3 دي شو الفرق يا معتصم ما بين سي 3 دي نيجاتيف و 3 دي بوزيتيف؟ الانتي بودي ميت ريجكشن طبعا اكتر لو سي 3 دي بوزيتيف، لان ده كيرف الجراف اللي هو الانتي بودي فري. يبقى الانتي بودي فري
يعني اللي ما عندوش انتيبودي ميت ريجكشن الكيرف بتاعه قل كتير لو 3 دي بوزيتيف. طبعا عدد العينين هنا قليل يبقى كومب. وعشان كده المقالات اللي بتتناول الكومبلمنت بايننج بالسيرولوجي شويه فوق وشويه تحت اب اند داون. والبيسز اوف انتيبودي ميت ريجكشن بازل بيشمل السي 1 كيو والدي اس اي والتايمنج السي 4 دي وال 3 دي والحاجه الثانيه الاي جي جي سب تايبس ده 1 ولا 3 والام اف اي. هل الام اف اي ده فعلا تساوي التتر او ثريشولد؟ هل دي كوانتيتيف ولا لا؟ دكتور حديدي الام اف اي هل ديت بيور كوانتيتيف ولا سيمي كوانتيتيف ولا كواليتيف ولا ايه بالظبط؟ كوانتيتيف ولا لا؟ كوانتيتيف. لا هي مش ابروفد ككوانتيتيف ميثود. الاف دي دازنت ابروف الام اف اي على انها كوانتيتيف. هي ابروفد كسيمي كوانتيتيف يعني مش بيرفكت. لكن يمكن الافضل منها يا دكتور حديدي ايه الافضل من الام اف اي اللي تعبر عن الكوانتيتي اوف انتي بوديز؟ حد عارف يا اجب؟ دكتور معتصم خش على الدايلوشن ميثود افضل. يعني انا لو انا مش عامل لو ان دايلوتد ولقيت الليفل موجود عمل دايلوشن واحد لاثنين لقيته موجود، واحد لاربعه موجود، واحد لثمانيه موجود، قعدت كل ما زود الدايلوشن الانتي بودي ما زال بوزيتيف، معناها انه ده هاي كوانتيتي من الانتي بودي موجود. يبقى دايلوشن ميثود يعني ما الاقي واحد الانتي بودي بيختفي عند دايلوشن 4، واحد بيختفي ما بيختفيش عند دايلوشن 1 على 512، يبقى اللي وصل ل 512 ده يبقى فيري هاي ليفل من الانتي بودي، ادق من الام اف اي. لكن الناس بتخاف من الام اف اي لانه بيعتبروها سيمي كوانتيتيف. وفي بعض البروتوكول زي ويسكونسن وغيره بيعمل ديسنسيتايزيشن بيزد على اليومينكس ام اف اي. الدي كيو يا دكتور محمد ان الاتش ال دي كيو انتي بوديز بتشتغل بتزود الكاينيز في الاندوثيليوم وبتزود الانيت اميونيتي وبتعمل مشاكل مع الانترلوكين 6 والليمفوسايتس. فبالتالي الاتش ال دي كيو انتي بوديز او الانتي بوديز اجينست الدي كيو ده شيء مهم. زي ما قلنا ان انا عندي بري فورمد انتي اتش ال انتي بوديز ممكن يبقى عندي ايه اكوايرد او دينوفو دي اس اي. دينوفو دي اس اي معناها لم تكن موجوده عند ترانسبلانتيشن لكن ظهرت بعد الترانسبلانتيشن. يبقى طيب ايه الفاكتورز اللي بتزود الدينوفو فورميشن؟ احنا مش عاوزين دينوفو فورميشن وخاصه لما يكون دي اس اي لانها تبقى لينكد بكرونيك انتي بودي ميت ريجكشن او باكتف انتي بودي ميت ريجكشن او وهتاثر على الجرافت اوت كوم على حسب ما هو منشور. فجزء مهم قوي النون ادهيرنس، يعني في الفيرال وبلاد ترانسفيوجن والكلام ده كله ممكن ياثر، لكن مهم قوي النون ادهيرنس للتريتمنت. يعني الهيستوري اوف نون ادهيرنس في اليونيفاريت 3.2 فولد وهنا هو 6.5 يبقى ده بيزود. يبقى لو احنا النو فيرال انفكشن اهوت النون ادهيرنس في النون ادهيرنس الاسمر دهوت اسوسييتد ب نقص في الديس سنسورد جرافت سيرفايفل وعن طريق الدي اس اي فورميشن. وطبعا لو كرونيك انتي بودي ميت ريجكشن وخاصه لو مع اي جي جي مع دي اس اي اي جي 3 يبقى الاوت كام اوحش. يبقى الديفلوبمنت اوف دي اس اي دي نوفو شيء مش كويس. يبقى تاني عشان التقسيمه اللي قلناها، قلنا في بري فورمد ودي نوفو، قلنا في فانكشنال وفي بايننج اس اي، قلنا في بعد كده في كومبلمنت بايننج وشرحنا الكلام بتاعه، قلنا في اي جي سب تايبس. هنيجي بقى لحاجه ثانيه اللي هو ايه؟ سبيسيفيسيتي اند سترينث. احنا قلنا سبيسيفيسيتي يعني دي اس اي ولا نون دي اس اي. دي اس اي بيفرق، يعني نون سبيسيفيك اسوأ بكتير من نون سبيسيفيك. طب الايفوليوشن يعني ايه ايفوليوشن؟ الايفوليوشن يعني انا تبعت الانتي بودي خلال السنه الاولانيه باعاده تحليل مثلا عن 3 شهور وعندي سنه وكان عندي زيرو، هل الانتي بودي كان موجوده قبل ترانسبلانتيشن واختفت ولا بيرزيستنت؟ يبقى اذا ريزولفد ولا بيرزيستنت ولا مفيش؟ تعال نبص على الكوهورت من العيانين دولت. ده 924 عيان
ده عندي بري ترانسبلانت دي اس اي نيجاتيف، ما كانش في دي اس اي، تبعوهم بايوبسي عند 3 شهور انتي بودي ميد ريجكشن 9% في النيجاتيف. طيب في اللي كان بوزيتيف ده كان 11%، وبعد كده تقسموا ريزولفد يعني لما عادوا التست تاني اختفى الانتي بودي، وهنا فضل بيرزيستنت. ريزولفد وبيرزيستنت ما دام كان في بري ترانسبلانت دي اس اي، شوف الانتي بودي ميد ريجكشن زاد، هنا كان 9% في النيجاتيف بقى 53% و58%. هل في فرق يا دكتور معتصم بين 53 و58؟ طبعا لا، ما فيش فرق. يبقى ريزولفد وبرزيستنت الفرق ما بينهم مش كبير قوي. يبقى ده بيؤكد ايه؟ بيؤكد ان في علاقه ما بين البري ترانسبلانت دي اس اي اللي هو الدي اس اي وحدوث الايه الانتي بودي ميد ريجكشن. حلو، لغايه دلوقتي ما فرقش الايه البرزيستنت من ريزولفد. حلو، امال هيفرقوا فين؟ هيفرقوا هنا في الديست سنسورد جرافت سيرفايفل. اذا الانتي بودي اختفت، الانتي بودي ميد ريجكشن تقريبا الدياجنوزس واحد، مش اتفقنا على كده معتصم 53 من 58؟ لكن تعال بص على الكيرفين بتوع الجرافت سيرفايفل في البرزيستنت والريزولفد. الريزولفد تقريبا زي الايه زي النيجاتيف في الجراف سيرفايفل. يبقى اختفاء الانتي بودي از جود نيوز، واستمرار الانتي بودي باد نيوز فور ذا جراف سيرفايفل، حتى لو ما اشتركوش في الانتي بودي ميت ريجكشن. وعشان كده عملوا اللونج الكابلا ماير كيرفز اللي تمثل كل حاجه بقى. أسوأ اثنين اللي هم الاثنين اللي تحت، الكيرفين اللي تحت، لما نكبر الالوان عشان الالوان تظهر، حضرتك شايفين بيرزيستنت دي اس اي ومعاها انتي بودي ميت ريجكشن، والثاني اللي افتح شويه بيرزيستنت دي اس اي والانتي بودي نيجاتيف، الانتي بودي ميت ريجكشن نيجاتيف. الكيرفين وحشين ولا لا دكتور معتصم؟ الكيرفين حلوين ولا وحشين؟ يبقى الكيرف ده وده وحشين، ده كان فيه انتي بودي ميت ريجكشن وده ما كانش فيه، لكن الاثنين يمثلوا البرزيستنت دي اس اي، وده بيزود مشكله ان انا مش محتاج ابص لقطه واحده، ده انا محتاج اعيد وازيد واتابع الانتي اتش ال انتي بوديز افتر ترانسبلانتيشن. وخلي بالكم كانوا عاملين بايوبسي عن 3 شهور، يبقى اذا وانا بتفق مع دكتور ايمن الرفاعي واحنا في المناقشات بتاعتنا كل يوم، هو مقتنع تماما وانا مقتنع زيه بالظبط، انه ان انا معمل ريبيتد دي اس اي وتستنج وسيرفلانس بايوبسيز، يبقى خدت لقطه من الهيستولوجي ولقطه من السيرولوجي، ده هو ات ذا بيست مومنت يعني في اللقطه الحاليه هو احسن حاجه ممكن نعملها عشان نتابع الترانسبلانتيشن. تعال نبص بقى للارقام، ده في المالتي فاريت اناليس لنفس العيين دولت. لو الدي اس اي نيجاتيف وزود انتي بودي ميت ريجكشن، ده الريفرنس بتاعنا. طيب دي اس اي نيجاتيف لكن حصل انتي بودي ميت ريجكشن، الهازر زادت شويه بس انسيجنيفيكانت. طيب ريزولفد بري ترانسبلانت دي اس اي وذ نو انتي بودي ميت ريجكشن انسيجنيفيكانت، ريزولفد بس مع انتي بودي ميت ريجكشن انسيجنيفيكانت على جراف سرفايفل، بيرزيستنت ونو انتي بودي ميت ريجكشن 4-fold الهازرز بتاع الجرافت، بيرزيستنت مع انتي بودي ميت ريجكشن 8-fold. يبقى ده كل الكلام ده تأصيل لمعلومه البيرزيستنت دي اس اي از باد نيوز اند اسوسييتد وذ بورر جرافت سرفايفل. يا ترى هي القصه قاصره على الانتي بودي ميت ريجكشن؟ هتستعربوا جدا ان انا دلوقتي رايح على التي سي ميت ريجكشن، يعني ده كوهورت تاني من العيانين 294 عيان، منهم 67 اتشخصوا تي سيل ميديت ريجكشن اونلي نو انتي بودي ميديت ريجكشن، واتعمل السيرولوجي عشان يشوف علاقه الدي اس اي بالتي سيل ميديت ريجكشن، ولو ظهر دي اس اي في عيان تي سيل ميديت ريجكشن هل هيبقى له قصه في الاوت كم؟ زي ما انتم شايفين كده انا التي سيل ميديت ريجكشن 57% اهوت، وده الدي اس اي بوزيتيف، ده الدي اس اي نيجاتيف، وده الكرايتيريا بتاعته، وهنا التقسيمه بتاعت الدي اس اي نيجاتيف
والدي اس اي بوزيتيف. اللون الابيض ده هو نو تي سيل ميديتد ريجكشن. اللون الاسود معناها كلينيكال تي سيل ميديتد ريجكشن. والصاب كلينيكال ده اللون الباهت. ملاحظين ايه؟ ايه اللي لاحظته يا دكتور معتصم؟ الدي اس اي از اسوسييتد سيل ميديتد ريجكشن. يبقى الدي اس اي ده داخل، انا بتكلم في انتي بودي ميديتد، بتكلم في تي سيل ميديتد، المفروض ابقى عارف الانتي تشين لا انتي بوديز ودونر سبيسيفيسيتي لانها لينكد مع كمان التي سيل ميديت ريجكشن. وايه ده بوريك السايكل اهو، العيان ده بدا بدي اس اي وانتهى بتي سيل ميديت ريجكشن. العيان ده الاثنين بداوا مع بعض، ده بدا تي سيل ميديت وبقى دي اس اي، وده 43% نو ريجكشن. يبقى اذا في لينك مع التي سيل ميديت ريجكشن والدي اس اي. ونشوف الاكتواريال جرافت لوس، الجي ال ده جرافت لوس او امبندنج جرافت لوس. وهكبر لحضراتكم الكيرفات عشان تستمتعوا معايا بالمنظر ده. لو عندي دي اس اي نيجاتيف، تي سيل ميديت ريجكشن نيجاتيف، انا كويس فوق اهو. لكن لو دي اس اي بوزيتيف مع تي سيل ميديت ريجكشن بوزيتيف، الجرافت لوس والامبيندنج جرافت لوس بيزيد سيجنيفيكانت. يبقى نخلص بالمعلومتين، ان دي اس اي كمان اسوسييتد مع انكريز تي سيل ميديت ريجكشن، وان هي لو ادد مع تي سيل ميديت ريجكشن الجرافت سرفايفل از دراستيكلي افكتد. وبتزيد القصة قوي قوي لو ده نون ادهرنت. ده يبقى ده شوف النون ادهرنت زائد دي اس اي زائد تي سيل ميديت ريجكشن الجراف سيرفايفل ضايع خالص. اما نعرف الكلام ده يا جماعه معناه ايه؟ ان انا عاوز اتابع العين بتوعه كويس واطلب انتي تشيل انتي بودي في حالات اللي هي اللي بيبقى شخص فيها ريجكشن. والعيانين دول لازم اشوف الدرجة ادهرنس، ولازم استرس على الادهرنس لان انا الادهرنس اسوسييتد ببور اوتكم. مش بس ان انا بشوف في السيرولوجي ده، كمان في ماركرز بشوفها في التيشو. يعني عندي فاسين وفايمنتين واتش اس بي 47 ديت كلها برامج لما بعمل بسبوخها في التيشوز بتديني فكره عن الاثيليال ميزينكايمال ترانزيشن. فاذا اجتمع الماركرز اوف جرافت مايكروفاسكولار اثيليال انجري اللي هي الثلاثه دولت مع الدي اس اي، يبقى ده شغل بقى باثولوجي مع ايمونولوجي ادفانسد. ده 248 عينه اهوت، 351 جرافت بايوبسز، ده كل البايوبسز. وجود البارامترز اللي هي البوزيتيف اندوثيليال ميزينكايمال ترانزيشن، السرفايفال قلت دراستيك. وكمان لو هي اسوسييتد مع انتي بودي ميديت ريجكشن، يعني الانتي بودي لو ما فيش انتي بودي ميديت ريجكشن وما فيش اندوثيليال ميزينكايمال ترانزيشن، البروجنوز از بيرفكت. لو انا عندي الاثنين موجودين البروجنوزز از فيري باد. فبرضه يبقى في حاجات كمان في التيشوز ممكن تؤاد. هنرجع تاني للايبيتوب. احنا انت طبعا ما صدقت ان انا سكت على الايبيتوبس. الايبيتوب لود علاقته هنا ايه؟ ده يقول لك كمان وانت رايح تعمل مينيمايزيشن للايميون سبريشن، بص الشخص ده عنده ايبيتوب لود كبير ولا قليل في المس ماتش. لو عنده مس ماتش لود عالي يبقى خليك حذر في الايه المينيمايزيشن اوف ايميون سبريشن. عشان ما اطولش عليكم، ده معناها كده يبقى كل ما زاد الابل الايبيتوب لود، يعني الايبيتوب لود بير واحد مس ماتش انكريمنت، ده بيزيد الاودز ريشيو هنا 7 من 100، وهي دي طالعه سيجنيفيكانت عن الانتيجين مس ماتش. يبقى كمان انا لما اجي اقلل الايميون سبريشن مش هبص على التيشو تايبنج بس، ده انا كمان ابص على الايبيتوب مس ماتش. نيجي بقى للجانب الصعب برضه في الانتي بودي. الجانب الصعب ان كنا متخيلين ان اللومينكس وسنجل انجن ده خالي من العيوب، لكن هناك مشاكل كتيره جدا وفي حاجات بوزيتيف وحاجات نيجاتيف. ففي عندي فولس نيجاتيف وحاجات فولس بوزيتيف. يمكن السلايد ديت انا شرحتها قبل كده. فما عندي هنا مثلا الفولس نيجاتيف ممكن يبقى دايلوشن اوف ام اف اي اكروس مالتيبل بيتز. يعني ايه الكلام ده؟ احنا مش لسه قايلين ان ممكن تبقى الايبيتوبز لو انا عندي انتي بودي اجينست وان ايبيتوب والوان ايبيتوب ده مشترك ما بين ديفرنت انتيجين اللي موجود على ديفرنت انجن على البيد. لو البيد عليها ديفرنت اتش ال انتيجين والايبيتوب دي مشتركه ما بين الانتيجينز دي كلها، فالانتي بودي هتتوزع على كل الايه على كل البيد انتيجينز، فمش هتعملي ديفرنشال
ام اف ار، فيبقى جزء من يبقى ساعات يطلع لك الاتش الانتيج الانتي بودي نيجاتيف والعيان يعمل ترانسبلانتيشن ويقول له انتي بودي ميديت ريجكشن. ما تقولش ازاي، ما تقولش التحليل غلط، ده ممكن يبقى ده كان عنده ايبيتو انتي بودي اجنست ايبيتوب مشترك على ديفرنت انجنز، يعني منتشر على كل الانجنز وفضاعت الديفرنشاليتي وما ظهرش الام اف ار، يبقى ده ديلوشن. او سيرم ماتريكس ماسك او هاي اماونت اوف باوند اتش ال انتي بوديز ليدنج تو اكوموليشن اوف كومبلمنت كومبوننتس، يبقى لو حصل اكتيفيشن للكومبلمنت على السيرفيس بتاع البيد ممكن يعوق، بيعمل هوكينج او انترفيرنس ميثود، وده هشرحها بعد شويه في البوزون افكت، لان البوزون افكت ممكن يبقى نتيجه للكومبلمنت، ممكن يبقى الاي جي ام واذرز او اي جي ام، يبقى ده حاجات فولس نيجاتيف. وعندي فولس بوزيتيف زي الاكسبوجر لنيو ايبيتوبز او دينيتشرد انت تيشو. فمثلا على سبيل المثال ده حالات فولس بوزيتيف لومينكس، لانه ممكن يبقى هنا ايدنتيفيكيشن اوف ريكيرنت باترن اوف فولس بوزيتيفيتي باي لومينكس اتش ال اي ام اتش سي كلاس 1 سنجل انجن بي تيستينج، لانه بيكتشفوه وملوش اي قيمه وريبيتد بهذا الشكل، وممكن يبقى ده دينيتشرد. وعشان كده في كذا طريقه للتعامل مع الدينيتشرد انتيجن. انا لما يكون عندي انتي بوديز بتبايند نورمال انتيجن يا معتصم، مش دي بقى انتي بودي سخيفه؟ طب لو لو هي الانتيجنز اللي في البيت بقى دينيتشر، هل دي تمثلني انا؟ ده دينيتشر التيشو طيب او الانتيجن اللي موجوده على البيت بايظه دينيتشر. فاعرف ازاي ان الانتي بودي دي اجينست دينيتشر ولا اجينست نورمال نورمال اتش ال اي. ففيها لها سبيشال تيست، السبيشال تيست ده ممكن يبقى اسيد تريتد او سبيسيفيك بيدز اللي موضوع الدينيتشر ده قليل فيها جدا، يبقى الطايب بتاع البيد موضوع الدينيتشر ده معمول حسابه، يبقى لو دينيتشر او اسيد تريتد يقلل الدينيتشر انتجنز اللي موجود. لما عملوا الكلام ده لقوا ان في عندنا فولس بوزيتيف، يبقى اتحط في الحسبان. وهنا هوت لما عملوا الاحصاء للجرافت سرفايفل الانتي بودي ميت ريجكشن فري سرفايفل والكرونيك انتي بودي ميت ريجكشن فري سرفايفل، شوفوا الكيرف بتاع الانتي دينيتشرد من الانتي نو نيتيف. الانتي نيتيف هو المشكله، الانتي نيتيف اللي هو الناتشرال انتي بودي اللي هو اجينست النورمال انتيجنز هو ده المشكله الكبيره، لكن اجينست دينيتشرد ملوش قيمه. خلاص الكلام يعني. وعشان كده الكل سوسايتيز بتاعت التيشو تايبنج لاب في امريكا وغيرها بتستريس على ان احنا يبقى عندنا بروتوكولز نتعامل مع هذا الكلام. واكتر حاجه بتستخدم هي الايديتا، الايديتا لانها بتحل لي موضوع البروزون افكت، هي الموست امبورتنت. يعني نورث امريكان اشي اكريديتيشن لابوراتوريز معظمهم بيستخدموا الايديتا، وبعضهم بيستخدم الدي تي تي. الدي تي تي دي لو عندي اي جي ام عامله انترفيرنس بتتعامل معها الدي تي تي. فقدامكم الالوان اهيت، فالايديتا هي ايه؟ هي الموست كومنلي يوزد. ونيجي بقى نركز على البروزون افكت. البروزون افكت موجود فين اكتر يا دكتور معتصم؟ 70% كلاس واحد. بص للدايره السوداء ده 70%، اكبر لك الدايره عشان تتبسط منه. 70% كلاس واحد. هنا هو اللون ده هو كتير، يبقى كلاس بي وكلاس اي وسي اقل. والدي ار لو شفنا لو رحنا للدي ار والدي كيو والدي بي، هنا هو الدي ار اللون الباهت ده هو الدي كيو. يبقى اذا البروزون افكت اكتر موجود لما يكون عندي انتي بودي اجنست كلاس اي بي اند دي كيو. خلاص عرفنا القصه دي. يبقى البروزون افكت لما يجي لك سؤال ام اس كيو البروزون افكت اكتر في مين؟ في الدي بي ولا الدي كيو ولا الدي ار ولا السي؟ هتبقى الاجابه دي كيو. عشان بس ما تتخيلوش ان الحاجات دي ممكن ما يجيش فيها اسئله، كله بيجي فيها اسئله. اللي هنا مثلا البروزون افكت ونسبه نان ومايلد وموديريت وماركت اكوردنج للميثود اوف سنسيتايزيشن.
يعني شوف هنا هو مودريت وماركت مع نسبته البريجنانسي اهي في البريفس ترانسبلانتيشن اهي في الايه الاولى اهي، يبقى ده لازم نبقى عارفين القصه دي. وشوفوا استخدام الايديتا، انا عاوزك تركز في الكيرف ده يا دكتور معتصم وكل الناس اللي معايا على الاونلاين، ارجوكم ركزوا. وايه ايه اللي اتعلمناه هنا؟ ترى نور الصباح، ايوه. ايه اللي فهمه من الصوره اللي قدامك دي عشان ما بقاش انا اقعد اتكلم طول الحصه دي؟ ان كل ما الام اف اي بيزيد الانتي بودي. ركزي معايا يا نور، مين الام اف اي اعلى فين؟ اعلى حاجه فين؟ انا عندي هنا الالوان تحت اهي، اللون ده هو الازرق ده هو ايديتا تريتد، اللون التحتاني ده نو ايديتا، اللي في النص ده 3 دي والتاني ده اي جي ام، الاي جي ام ده اي جي ام وده 3 دي. الايديتا تريتد اعلى حاجه الام اف اي. يبقى اذا انا لو عاوز اشيل البروزون افكت، ما هو اللي خلى، بصي اللي خلى الايديتا ده ايديتا وده نو ايديتا، تمام حلو الكلام. النو ايديتا طلع لي ام اف اي، طلع نيجاتيف. يعني انا فقدت الانتي بودي ديتكشن بسبب بروزون افكت. لما عالجت السيرم او عالجت التست بالايديتا ايه اللي حصل؟ ظهرت الام اف اي. طيب يبقى عشان اتخلص من البروزون افكت او الانترفيرنس او الهوكينج ميثود، المفروض اشغل بقى الايديتا والكلام ده. تمام. وده الديفرنت ميثود اهي، الديفرنت ميثود الايديتا، شوف الايديتا طلعت للام اف اي قد ايه، النو ايديتا ال 3 دي والاي جي ام، يبقى ده الكونتريبيوشن بتاع الايه، بتاع الايه ال هتلاقوا دايما الانتي الام اف اي عالي جدا في الايديتا عن النون ايديتا. وطبعا النون ايديتا بالمقارنه بالاي جي ام وال 3 هنا اقل، وهتلاقوا النسب. يبقى اذا انا في طرق للتخلص من البروزون افكت، منها 3 دي والاي جي ام والايديتا، افضلهم على الاطلاق هو الايه؟ الايديتا. يبقى عشان كده الايديتا تريتمنت فور اوفر كومينج بروزون افكت ده شيء مهم كلابوراتوري ميديسن وبتوع اللاب يبقوا عارفين. علشان نرجع تاني للايبيتوبس اللي بتكرهنا في نفسنا، خليك معايا يا دكتوره نور. شايفه ده؟ مع حضرتك. لو عندي انتي بودي اجينست، احنا قلنا الشخص ده الانتيجين بتاعه ال HLA2 وهنا هو القليل واحد او الصاب قليل واحد، حلو الكلام؟ تمام. وبعد كده ده الشخص ده 2 والصاب قليل 3. طيب الاستراكشر بتاع اتش عشان اقول عليه 2 1 و2 3 لازم يبقوا مشتركين في 2، يعني جزء كبير من النسيج بتاع الاتش اللي ايه؟ ايه 2 اقدر اقراه، صح؟ تمام. حتى باللو بالسترولوجي ميثود هيطلع لي ايه 2، حلو الكلام؟ A2. فلو عندي في السيرم بتاع الريسيبيان انتي بودي اجينست الكومن استراكشر بتاع الاي 2 او الايبيتوب المشتركه في كل الاي 2 هيضربهم لي كلهم، يبقى اي واحد هيطلع هيبقى بوزيتيف، حلو الكلام؟ تمام. لكن لو انا عندي الانتي بودي سبيسيفيك للصب لوكس او الايبيتوبز اللي على الصب الليل، يعني لو ده هوت الانتي بودي هنا اجينست الكومن الليلز او الكومن ايبيتوبز اللي موجوده على الاي 2، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى دونر سبيسيفيك اجينس الاي 2 على كل الاطلاق، تمام. لكن لو الانتي بودي عندي مش اجينس الكومن استراكشر بتاع الاي 2 بس اجينس الصب قليل استراكشر او الايبيتوبز بتاع الصب قليل، لو هنا ده زي اللي هو الانتي بودي اجينس الاي 2 3 هيبقى بوزيتيف هنا وهيبقى نيجاتيف في الجهه الثانيه. عرفنا القصه؟ عرفنا ليه ان انا ما ابقى عارف بالفاين ريزوليوشن انا بتعامل مع تيش تايبنج ايه بالظبط، واقدر احاول بالليمينكس انا عندي الانتي بودي اجنست ايبيتوبز ايه بالظبط، اقدر اعمل مور ريفاينمنت، حلو الكلام؟ تمام. مش بس دي اس اي وان هي بتعمل لي مشكله، ده انا هنا جايب لكم حاجه اسمها اس سي دي 30 سولوبل سي دي 30، ده ماركر للتي سيل اكتيفيشن. اذا اجتمع الدي اس اي مع السولوبل، انا هقفل على الدكتوره نور، مع السولوبل سي دي 30 البروجنوزس مش حلو. ومين اللي بيجتمع فيه الاثنين؟ خلي بالنا يا جماعه، انسفيشنت امين سبريشن از لينكد بكوكتيل ده،
يبقى ده الانسفشنت امين سبريشن ده قد يكون بسبب ان البيشنت نون ادهيرنت او بسبب ان انا كطبيب مستعجل او راشنج في الاميون مينيمايزيشن. فخلي بالك ان انت لما بتتكلم على تيشو تايبنج معمول باللو مولكولر ميثودز او بلو ميثود لو ريزولوشن ميثودز ومش عارفين الابيتوبز ما تستعجلش قوي، لان ممكن يبقى الشخص ده عنده ميس ماتش جامد في الايه في الهاي ريزولوشن، فما تستعجلش في وتسحب الايمون سبريشن او تقللها فتعمل انكريمينيتد ريسبونس يؤدي الى بي سيل وبلازما سيل وجرافت لوس. حلو كلام يا دكتور معتصم. طيب انا عاوز اعرف الالو انتي بودي ديتكشن اعرفها منين؟ ارجعوا لي الكتاب ده، كتاب بيتر موريس طبعة 2020، هتلاقوا شابتر 22 Transplantation and Sensitized Recipient and Across ABO System. لأن Sensitization يعني يمكن أنا ما ذكرش الـ ABO System في المحاضرة دي لأن مش عاوز أخش فيه، لكن هتلاقوا هنا أن الـ Methods for Allo Antibody Detection Assays عندي Screening Assay الـ Panel Reactive Antibody Solid Phase Assay وELISA، يبقى أنا عندي Solid Phase Luminex وELISA Technology Donor Specific Allo Antibody Detection Test عندي في انتي كلاس واحد وانتي كلاس واحد واثنين وبوث، فكلاس واحد ممكن يبقى تي سيل سايتوكسيسيتي اسي وده لو سنسيتيفيتي، التي سيل اتش جي لما بنضيف انتي هيومن جلوبلين على السي دي سي بيزود السنسيتيفيتي بتاعته، او ان انا اقلب فلو او الليمونكس سنسيتيف، يبقى الليمونكس سنسيتيف هو الفلو سايتومتر سايتومتري تكنولوجي. الانتي كلاس واحد واثنين بي سيل سايتوكسيسيتي ده لوست معها فلو ذا هايست وفيه لومينكس تكنولوجي، يبقى انا عندي ده طرق الديتكشن للانتي بودز. ما ننساش ان في دايناميسيتي للانتي بودي ديتكشن والمفروض ما يبقاش كله ماشي على فريكوانسي واحد، لان الاستادي دي بتقول ايه؟ بتقول this study has implications for the standardized monitoring of patients on transplant waiting list and suggests that a more individualized monitoring programs in part based on previous allo immunization history. يعني ده زرع قبل كده وحصل له graft failure ولا لا، ده حصل pregnancy ولا لا، ده خد blood transfusion ولا لا، ولا ده ما خدش كل الكلام ده، فبيترتب عليه ال spacing for anti-HLA antibodies. يبقى tracking HLA antibody changes among kidney waitlist candidates one protocol may not fit all. نيجي لنقطة تانية وهسألكم فيها الدكتور الحديدي، دكتور محمد الحديدي. مع حضرتك يا دكتور. الجرافت نيفريكتوم علاقته ايه بالانتي بودز؟ هو الجرافت نيفريكتوم مالوش علاقه بالانتي بودز، يعني مالوش اي افكت على الـ على الدي ان هو بي ار اي، مش بيقلل طيب بيقلل. احنا خليك معايا، احنا عندنا نظريتين. النظريه بتقول ان وجود الجرافت والجرافت ده جاء من الدونر سايد ده هيبقى سورس مستديم للايه للايميون ستيميوليشن، وفي نظريه تانية بتقول لك لا يا عمي ده الجرافت اللي موجود ده هو هيشتغل سفنجه سبونج يمتص الانتيبودز، وجابوا ستادز بتؤيد الكلام ده وستادز بتؤيد الكلام ده انه وجود الجرافت ممكن يبقى ابسوربنج ويبقى الانتي بودي ليفل هيبقى قليل عشان الجرافت موجود، لكن الكلام ده زي انت بتقول فيه ديبيتد ايشوز، وانه يعني احنا عملنا طلعنا عندنا هنا بروتوكول هاو تو ديل ويز فيلينج جرافت قبل ما اعمل جرافت نيفكت، ومن طبعا جرافت نيفكت من نهايه المطاف، واحنا عندنا بوليسي في جرافت نيفريكتومي ان ما يكون ايرلي جرافت فيلير احنا ما في صف النيفريكتومي، الليت جرافت فيلير بيبقى اون انديكيشن، يعني في جرافت انتولرانس سيندروم او في انيميا ريزيستنت مع انفلاميشن والى اخره. بعد كده نيجي الحته هنا فنيه كبيره جدا تحتاج ان نرجع للدكتور محمد الحديدي. الريبيتد ميس ماتش عندك فكره عنه؟ يعني ايه ريبيتد اتش ال اي ميس ماتش؟ ريبيتد ممكن ريبيتد سي دي سي كروس ماتش؟ لا مش سي دي سي كروس ماتش،
وديت حاجه احنا بنسترس عليها في الميتنج الصباحي بتاعنا. واحد كان زرع قبل كده وجاي يزرع لتاني مره، بنقول له ايه؟ لازم يعمل الجي الاول، يشوف، لا يشوف التيشو تايبنج بتاعه، يشوف التيشو. ما هو لازم يعمل انتي تشيلا انتي بودز، وده حاجه كويسه. اقول لك كويسه ليه؟ لكن احنا بنقول ايه؟ خلي بالك ما يبقاش مشترك مع الاتش ال اي بتاع الدونر الاولاني. يعني لما تجيب دونر تاني ابعد عن التيش تايبنج بتاع الدونر الاولاني اللي هو المسماتش بتاع الاولاني، لان المسماتش بتاع الاولاني هو عمل انتيبودي بسبب وسبب جرافت فيلير. فما يجيب لي مشترك في المسماتش بتاع الاولاني هيبقى عرضه للايمين ريسبونس، يبقى مشكله. فطبعا لما بتحط البوليسي ديت كجنرال كده بتعمل ريستريكشن لاختيار الدونرز. فالمقاله دي مهمه عشان كده، ودي مقاله زمان شايف كده منشوره الشهر ده في عدد الامريكان جورنال في ترانسبلانتيشن، انه قيمه ال اتش ال اي مس ماتش انا احترمها طبعا، لانه كل ما فالريبيتد اتش ال اي مس ماتش، الريبيتد اتش ال اي مس ماتش قيمته العظمى بتيجي لما يكون في دونر سبيسيفيك انتي بودي. يبقى عشان كده انا عندي ثلاث كيرفات، شايفين الكيرفات دي يا جماعه؟ انا عندي الكيرف اللي هو الفوقاني ده المقفول ده، ريبيتد مس ماتش مش موجود، ما عنديش ريبيت، يعني ما بكررش المس ماتش مع الدونر الاولاني، وما فيش عندي دي اس اي، ده ذا بيست. الثاني فيه ريبيتد مس ماتش لكن ما فيش دي اس اي. الاخير ده فيه دي اس اي وريبيتد مس ماتش. الريبيتد مس ماتش مع وجود دي اس اي الاوت كم وحش او حش. يبقى اذا فايده الدي اس اي كمان ان بتخليني احتاط قوي قوي من ريبيتد اتش اللي مس ماتش، وده يمكن ده اللي فات ده سيرفايفل، وده انتي بودي ميت ريجكشن فري سيرفايفل، وده بيؤكد نفس الكلام. دي سنسورد جرافت الو جرافت سيرفايفل نفس الايه اللي فات من الكيرف. نيجي لنقطه ثانيه، انا شخصت انتي بودي ميت ريجكشن دي تو بريزنس اوف دي اس اي عالي جدا يا دكتور معتصم، ماشي؟ اديت بروتيزوم، الاستادي ديت بروتيزوم بيزد، يعني ادوا بروتيزوميب او ادوا تريتمنت، وشافوا اللي بيحصل في الدي اس اي. اذا حصل ريسبونس في الدي اس اي البروجنوز افضل. يبقى اذا حصل ريدكشن في الدي اس اي بنسبه فوق ال 50% البروجنوزس بيبقى افضل منه ثبت. اخر نقطه قبل ما اوصل للسيكتور الاخير في المحاضره، بوزيتيف لومينكس اند نيجاتيف فلو، ده شيء خطير ولا مش شيء خطير؟ طبعا ده استدي حديثه سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس، المنشور في الكلام ده ضعيف، لكن جمعوا 7 ريتروسبكتيف ستاديز فيهم 429 بوزيتيف لومينكس نيجاتيف فلو بي ال ان اف، و10000 دي اس اي نيجاتيف ترانسبلانتس. هتلاقوا ان مطلعين الجرافت فيلير عند سنه وعند 5 سنين المعين لامس الخط، يعني ما فيش سيجنيفيكانت ديفرنس، لكن الواحد بياخد الكلام ده بتحسب شويه. وهم طلعوا بكونكلوجن اللي قدام حضراتكم ده، current evidence suggests that low level DSA detected by luminex alone doesn't pose significant risk at least in the short medium term. انا مش هاخد الكلام ده على اطلاقه. طبعا كل ما كان ما عنديش DSA خالص بالluminex كل ما يكون افضل، خلاص. طبعا وجود نيجاتيف فلو، وجود نيجاتيف فلو بيطمني شويه، لان فلو برضو اسنسيتيف ميثود، لكن وجود دي اس اي انا هبقى قلقان منه واحتاط منه. لكن الداتا ديت اشورنج ان الفلو سيتومتري ممكن يبقى الجا له لو انا عندي مشكله في الدي اس اي. نيجي للسيكتور الثالث، النان اتش ال انتي بوديز، يمكن كانت عامله قلق جامد، وهنا الدكتور محمد الحديد سجلنا له محاضره، ومش الدكتور احمد الحديد، الدكتور محمد حامد والدكتور طارق، استاذ دكتور طارق فياض في الشابتر بتاع ترانسبلانتيشن، تناول النون اتش ال انتي بودز. والنون اتش ال انتي بودز مش هطول فيها كتير، لكن هي الاتش ال اي كان محسوب، يعني كان واضح المعالم، وكانت النظريه القديمه ان الاتش ال اي اكسبريسد على السيرفيس، والنون اتش ال اي ده مش ممكن ما يبقاش ملوش قيمه، وكنا بنقول ما فيش داعي للروتين والكلام ده. هل احنا لسه مصممين على الكلام ده وان النون اتش ال اي antigens are hidden antigens، فبالتالي testing for non HLA antibodies اللي ممكن تبقى auto antibodies ملوش قيمة ولا لا؟ هنشوف خلال الطور اللي جاي ده احنا غيرنا رأينا شوية في الموضوع ده.
فلو بصنا على الميكا انتجين ده كلاس 1 ريليتد كلاس 1 ريليتد تشين مش موجود على الليمفوسايت يا دكتور معتصم. تيجي تعمل كروس ماتش نيجاتيف تعمله بالفلو برضو نيجاتيف، ما هو الفلو بيجيب ليمفوسايت مش كده؟ فيبقى اذا ده مش عارف اجيبه بالاوردينري ايه، بس ممكن اقيس الانتي ميكا انتي بوديز باي لومينكس وبعض الانتي اندوثيليال او الاندوثيليال كروس ماتش ممكن يديني فكره، لانه الليمفوسايت مش هتديني فكره. الاذر انتي اندوثيليال انتي بوديز ممكن اجيبها في بعضهم بيتعمل له لومينكس تيستينج، يعني جابوا كم انتي بودي كده وعملوه بالليمينكس، وبعضهم ممكن يبقى إلايزا، والإندوثيليا كروس ماتش شيء ممكن يبقى مهم. العدد ده اللي هو عدد أغسطس 2019 في 11 مقالة من المجلة ديت هيومن إيمونولوجي بيتكلموا عن اتش ال انتي بوديز، وفي مؤتمر الإسوت فرضوا مساحات كبيرة للموضوع الانتي اتش ال انتي بوديز والنون اتش ال انتي بوديز، وهل هتبقى روتين ولا لا، وميديتد والفاليو في إندوثيليا كروس ماتش. وهنا داتا تانية عن نون اتش ال انتي بوديز، وان بدا يبقى في اكوموليتنج ايفيدنس توارد النون اتش ال انتي بوديز، وهذكر بعضهم. يعني عندنا هنا الانجيوتنسين تايب 2 انجيوتنسين 2 تايب 1 ريسبتور انتي بوديز. الانتي بودي ده ممكن يبقى موجود في الناس اللي هي سيفير هايبرتنسيف، الناس بتوع الاف جي اس، فممكن يبقى الليفل بتاعه عالي فيعمل لي مشكله. هنا ده استادي يعتبر كبيره، لانه 1341 ده انجيوتنسين 2 تايب 1 ريسبتور انتي بودي نيجاتيف، وقصاد 504 بوزيتيف، يبقى 504 بوزيتيف قصاد ناس نيجاتيف، وجود الانتي بودي كان اسوسييتد ب ريدكشن اوف جراف سرفايفل، يبقى ده اكيد لكده. طب هل هو اندبندنت على الدي اس اي الانتي تشيل انتي بودي؟ هنوت لو الاثنين بوزيتيف، الكيرف الازرق ده، يبقى اذا بوزيتيف دبل بوزيتيف انتي تشيل انتي بودي وانجيوتنسين 2 تايب 1 ريسبتور انتي بودي، البروجنوزس اوحش كتير. والليفل لو علا، يعني شوف هنا الهازرز او الاودز هنا ما زادت فوق هنا الرقم ده، يعني هنا 10 بقت فوق ال 10 بقت تزيد، هنا زادت قوي، يبقى اذا في يو شيب كيرف موجود واسوسييتد بانتمال ارترايتس وبريتيو كابلارايتس، فبالتالي لها امباكت على الدياجنوزس على الانتي بودي ميت ريجكشن. وكلام تاني اهوت بيقول ان الانجيوتنسين 2 تايب 1 ريسبتور انتي بوديز لها ثلاث اوجه، لها جود فيس وباد فيس واجلي فيس. الجود فيس ان هي انا عاوز جزء منها عشان تعمل لي فازو كونستريكشن تو مينتين الفاسكولار تون، ريجوليت بلاد فلو، سوديوم ريتينشن، الالدوسترون سيكريشن، التشو ريبير، السيل مايجريشن، كل الكلام ده شيء مهم. لكن لو زادت شويه ممكن تبقى سبب في الهايبرتنشن وفايبروزس، والاجلي فيس لو زادت اكتر مالين هايبرتنشن، بري اكلامسيا، تشو فايبروزس، ترانسبلانت ريجكشن، الوغرافت لوس، اوتو اميون، الاس ال اي وغيره. البيدياتريك برضو مهمه جدا، وبيوري هنا ان ممكن برضو يبقى في راشونال لاستخدام العلاج الثيرابيوتكس. فلو انا عندي هاي ليفل من الانتي نون اتش ال انتي بوديز، وخاصه اللي هو انجيوتنسين تايب 2 تايب 1 ريسبتور انتي بودي، يبقى هعمل بلازما اكستشينج، ايوه، لكن هضيف معها انجيوتنسين ريسبتور بلوكر. يعني مع الاي في اي جي والبلازما هضيف ايه؟ الاي في اي جي والبلازما هتشيل الانتي بودي اللي موجود، والانجيوتنسين ريسبتور بلوكر هيقفل الريسبتور، لان دي انتي بودي اجنست ريسبتور بس مش انتاجونيستك، ده اوف اجونيستك افكت، يعني بتزود الريسبتور، بتزود الاكشن، فانا هقفل الريسبتور ببلوكرز. يبقى ممكن اضيف، وهنا ممكن يبقى تسلوزوماب وارد. ده استادي اتعملت على مجموعه من البيشنتس، هنا اهوت الانتي بودي كان تحت ال 17 يونت بير ملي لتر 265 و44 فوق ال 17، اللي فوق ال 17 تعالجهم بتريتمنت، ده اسمه برو اكتيف تريتمنت قبل ما يحصل مشكله، باستخدام البلازما اكستشينج او الاربس، وكانوا اسوسييتد بجود اوت كم كومبارابل للناس اللي ما اتعالجوش اللي كانوا تحت ال 17. يبقى اذا ممكن برو اكتيف تريتمنت يبقى مطلوب لو عند هاي ليفل. اذر انتي بوديز، انتي اندوثيليال انتي بوديز
طبعا هم اسمائهم كتير والنظريات كتيرة، وانا مش ايه هختصر القصة دي. حتى في المؤتمر اللي فات في الرينال ويك، وجود الانجيوتنسين 2 تايب 1 ريسبتور انتيبودي والاندوثيلين تايب 1 ريسبتور انتيبوديز الاثنين اسوسييتد باوتكم، وخاصه لو في بروتينوري. اوكي، والانتي فايمنتن ده ممكن برضه يبقى سورس ثاني للانتيبوديز ويعمل لي مشكله. يعني دي حاله ده واحد زرع كان اي جي نيفروباثي، دخل في انديستيج كيدني ديزيز، زرع ليفينج دونر كيدني ترانسبلانتيشن، حصل بعض المشاكل السيرجيكال، وبعدها تاني يوم اوليجوريا وكرياتين عيله تاني، عملوا بايوبسي، البايوبسي قدامكم فيها انترستيشال هيموريج، يعني انترستيشال هيموريج وانفلتريت وايديما وفاسكولايتي وجلوميرولايتس وبيريتيا كابلارايتس وانتمال ارترايتس، وهنا سي 3 دي اميون بروكسيديز وسي دي 68 اميون بروكسيديز، يبقى في انفلاميشن جامد في الجرافت. ولما اتعمل الانتيفايمنتن في التايم امبلانتيشن بالمقارنه بتاني يوم، هنا طبعا الاكسبريشن زاد قوي. فطبعا اتعمل تريتمنت الانتيفايمنتن، اتعمل بلازما اكسشينج، واتعمل التريتمنت لان الانتيجن الانتيبودي كان نيجاتيف، واتعمل سيفير ريجكشن بيكوز اوف انتيفايمنتن انتيبودي، ودي كيس ريبورت منشوره في السنه دي في يناير. يبقى ايرلي انتيبودي ميت ريجكشن اسوسييتد ويز انتيفايمنتن انتيبوديز. مجموعه تانية من الانتي بودز ممكن تبقى جينس الار اتش او جي دي بي ديسوسيشن انهيبيتور 2، فده كورليتد قوي مع الكادافيريك بروجرام، لكن مع الليفنج ترانسبلانتيشن انسيجنيفيكانت. فهنا لو جينا نشوف الجراف سيرفايفل، لو هي بوزيتيف وانا هنا كادافيريك، هتلاقوا الاوتكم هنا ايه، هنا وحش، هنا ليفنج مش فارقه. يبقى في الكادافيريك ممكن، وده في التيشوز اهوت الاميون بروكسيديز اجنست اكسبريشن اجنست المولكيول ده، فده ممكن يبقى بسبب الاسكيميا ريفيوجن انجر اللي بتحصل في الكادافيريك ترانسبلانتيشن. الناشرال انتيبوديز ممكن برضو تعمل لي مشكله عن طريق الدينجر اسوسييت مولكيولر باترن، انا عاوز اسكيب الكلام ده واجي للنقطه الخطيره. النقطه الخطيره هي ان بقى في المقاله بتاع اللانسيت ديت، مقاله تعتبر محوريه، عملت ايه دي يا معتصم؟ نون اتش ال اي، ده الكلام اللي قلت لك لما انت كنت بتقول في المحاضره الاومكس والجينومكس، ده نون اتش ال اي انكومباتيبلتي. معناها ايه؟ معناها ما عملتش ديتكشن للانتيبودي، ده انا بعمل تيشو تايبنج. عملوا ايه بقى؟ ايه الكلام انت كنت بتقوله في المحاضره في الجينوتايب بلوموورفيزم والنون سيرينوما سنجل نيوكليوتايد بلوموورفيزم، درسوا 59268. حلو الكلام. انا كنت متخيل ان نون اتش ال اي كلهم هيدن انجنز، وان الانتيبودي مش هتجيب نتيجه الا اذا كان حصل تيشو دامج. فطلع لا، ده طلع ان انا هنا بتكلم على جينوم وايد اناليسيس ان بروسبكتيف كوهورت، قعدوا يدرسوا الايه الكلام ده. فالدراسه دي الميس ماتش في الترانس ممبرين اند سكريتد، يبقى النون اتش ال اي ممكن يبقى فيه ترانس ممبرين وسكريتد مش كله هيدن. وهنا الهازارد كان 1.68 من 100. حلو الكلام. وبعد كده لو هو مش ترانس ممبرين ولا سكريتد، الدنيا ايه ماشيه الحال. ال اتش ال اي ابلت مس ماتش برضه هنا سيجنيفيكانت، يبقى النون اتش ال اي اللي هو الترانس ممبرين والسكريتد مشكله، وال اتش ال اي ابلت مشكله. وكل ما زاد القصه ديت، يعني ده كوارتايل واحد والكوارتايل ثلاثه السرفايفل قل. فهاير مس ماتش in immune accessible transmembrane and secreted protein have an elevated risk for graft loss. ومش بس الاستاد دي، ده في الرينال ويك اللي فات جينوم وايد نون اتش ال اي دونر ريسيبيانت مس ماتشز ان انترونيك ريجنز اندبندنتلي اسوسييت وذ جرافت سرفايفل. لكن وده بيشرح الميكانيزم اللي هو النون اتش ال اي مس ماتش وعلاقته بالدونر وعلاقته بالريسبونس، وده another locus appeared to encode a minor histocompatibility engine والجينوميك collision at this locus was associated with rejection of the kidney allograft and with production of anti-LIMS 1 IgG 2 and IgG 3. وزي ما انتم شايفين هو different cohorts. انا قربت اخلص. القصه كل يوم بتتعقد زياده. يعني مثلا هنا مطلعين ان البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول اللي انا كنت متخيل ما لهاش علاقه بره الكلام،
وان الكلام كله هيبقى على الانديثيليوم انتر سيرفيس والكلام ده. لا ده ممكن يحصل باك سيجنالينج من البروكسيمال كونفليتد تيبيول تو اد للاميونيتي. يبقى الباك سيجنالينج اوف تش ال اي كلاس 1 مولكيولز اند تي ان كي سيل ريسبتور لايجنز ان ابيثيليال سيلز ريفلكس ذا ريجكشن سبيسيفيك مايكرو انفايرمنت رينال الوجرافت بايوبسيز. وانه البروكسيمال كونفليتد تيبيول ممكن تو اد للانتي بودي ريسبونس, وان القصص ممكن يتحول للمانجمنت ان انا ابص كمان على النيت اميونيتي بجانب البروكسيمال كونفيتيبول سيل. وهي نشر كيلر سيل طبعا من سايز ار نون تو ريسبوند اند ريجكت الوجرافت فيا ديفرنت ميكانيزم. نيجي بقى ليه احنا بنوجع دماغنا في المحاضره الطويله جدا ديت, احنا بقى لنا دي معتصم قربنا على ساعتين, انا هخلص على الساعتين بالظبط. بننهي بهذا الكلام, ده الكلام المهم ان انا بعمل هالكلام ده كله علشان اشوف العيان بتاعي رايح فين وريسك استراتيفيكيشن بتاعه ايه. فالدكتور الحديدي كان بيسالني معايا, دكتور محمد, دكتور حديدي انت سالتني هل في ايفيدنس للكي دي كيو والكلام ده ولا انت جايبه منين؟ تعال بص للكي ديجو 2017. طبعا الكي ديجو ده انترناشونال والكي ديجو ده امريكيه. الكيدوكي الامريكان بيراجعوا الكيديجو ويدلوا بدلوهم ويقول لك منوافق ولا منوافقش, والكلام ده منشور very recent الشهر ده. هنا بالنسبة للاي بي او تايبنج should be performed twice before donation to reduce the risk of an unintended blood type incompatibility. ده جزء من الجودة ان اعيد البلد جروبينج. انا طبعا ما بتكلمش عن blood grouping هنا, بس ده by the way donor blood group A subtype testing should be performed امتى؟ when donation is planned to recipient with anti-A antibodies. يبقى انا اما ديكومنت anti-A antibodies عيان O ولا B وعاوز اديله A, يبقى لازم اشوف الايه البلاد جروب O بتاع الدونر, عشان لو A2 والانتي-A بتاع الريسيبينت قليل ممكن ابروسيد. لكن ان اعمل زي ما هنا ساعات بيطلبوا انه بدام الدونر والريسيبينت A يقول لك اعمل لي سبتايب, الكلام ده مش مطلوب, ده من وجهة نظري وممكن نبقى نفتحها في الدسكشن. هيومن ليكوسايت انتيجين, لان انا عاوز اوسع قاعده الترانسبلانتيشن مش عاوز اقللها. هيومن ليكوسايت انتيجين ده اجابه لسؤالك, تايبنج فور ميجور هيستوكومباتيبلتي كومبلكس كلاس 1 اي بي سي اند كلاس 2 دي بي دي كيو دي ار شود بي بيرفورمد ان دونر كانديديتس اند ذير انتندد ريسيبيانتس اند دونر سبيسيفيك انتيجين انتيبوديز should be assessed in intended recipients. اعتقد دكتور محمد الاجابه واضحه, رايك ايه؟ تمام. انا كنت بسال على النقطه دي ثانيه في الجايد لاين ده كيدوكي 2017 واجريد عليه من الكيدوكي الشهر ده ككومنتري. تمام. وكل تمام. المعامل اللي بقول لك عليها القويه هي مشكلتنا بس في الكوست والتكلفه, لكن الريسك استراتيفيكيشن ده شيء مهم. احنا بنعمل الكلام ده كله عشان نوصل للكلام ده. هيقلل الاورجان دونر بول, يعني انا دلوقتي بتكلم على الاكستندد كرايتيريا. لا انا لو مش هيقلل ولا حاجه, انا لو وحدت القصص ديت وفعلت برنامج تاني اللي هو البيرد دونيشن, انا ممكن احل كل المشاكل دي وانقل بيست تشويس. انا بدل ما اعمل ترانسبلانتيشن واخلص والجرافت يبقى اللايف سرفايفل بتاعته 5 سنين ولا 3 سنين, بيبقى 20 سنه ولا 30 سنه يبقى احسن. فهي القصه محتاجه تتوازن بالعقل, وايز ابروتش. احنا بنعمل الكلام ده كله علشان نوصل للقصه دي, ده هاي ريسك ولا ستاندرد ريسك ولا لو ريسك. طبعا لو ما عنديش ميس ماتشز خالص, والوقت لو دخل الموليكولر وبقى الاتش ال اي ماتش ميكر والابلت لود والكلام ده كله كويس وما عنديش انتيبوديز, يبقى انا ذا بيست اوف ذا بيست, يبقى ده لو ريسك. الستاندرد ريسك ده واحد عنده اتش ال اي ميس ماتشز بس ما عندوش انتيبوديز. لا واحد عنده بقى انتيبوديز ومس ماتشز وكلام زي كده, يبقى ده هاي ايمونولوجيكال ريسك. وعشان كده الشابتر ده برضو بتاع الهيستو كومباتيبلتي, لو انا عندي اللومينكس طالع بوزيتيف وكروس ماتش بوزيتيف والدي اس اي في السماء, انا ده هاي ريسك. مزرعوش الا اذا عملت ديسنسيتايزيشن او شفت لي قصه ثانيه. لو السي دي سي بوزيتيف والام اف اي في السماء, ده شخص مش هزرعه الا اذا عملت ديسنسيتايزيشن بروجرام. طب لو زرعته ايه اللي هيحصل؟ هيحصل هايبر اكوت ريجكشن.
في النص هنا يبقى ده مودريت، يبقى ممكن يحصل اكوت هيمورال ريجكشن، هنا لو ريسك ممكن ما يحصلش حاجه لو انا عامل ايميون سبريشن كويس. وده تاني او الايمونولوجيكال ريسك هاي لو بوست في سي دي سي، بوست في لو، بوست في لومينكس اكتر من 5000، ده هاي ريسك. الانترميديت ريسك نيجاتيف سي دي سي، بوست في لو، بوست ام اف اي فوق 2000. اللو ريسك نيجاتيف نيجاتيف، ولو اللومينكس ده وطبعا الستاندرد ده هو ذا بيست، يعني لو قلنا الستاندرد هو ذا بيست يبقى كله نيجاتيف. والام اف اي تحت ال 500، في معامل بتقول تحت ال 1000 ام اف اي. طب البوست ترانسبلانت تعمل مونيتورنج، انا قلت حكايه اللي هي كل شويه اللي هو الاتش ال اي، واشوف الدينوفو او اشوف البرزيستنس وفي انتي تشيلا انتي بودي، وده طبعا بتبقى انديفيدولايزد اكوردنج للبيشنت كاركترستكس اند سنترال لاب. السي تي اس اند هايدلبرج ترانسبلانت سنتر مسج عملوا حاجه كبيره جدا جدا جدا، قال لك لا انا هبص على كل حاجه، هبص على كل، لا هنا قبل ما انا اسف قبل ما كل حاجه، ده حاجه تانية اللي هو حكايه السولوبل سي دي 30 مع الانتي تشيلا انتي بودي، ان الاثنين السولوبل سي دي 30 مع الانتي تشيلا انتي بوديز بريدكت الاوتكم. هنا في الانتي بودي ميت ريجكشن ده ستادي تانية بتوري، ده ستادي يعتبر ستادي محترمه جدا في الانتي بودي ميت ريجكشن، كل الناس اللي جالهم انتي بودي ميت ريجكشن وعالجوهم بعد 3 شهور عملوا ري بايوبسي وشافوا الانتي بودي موجود ولا لا، وحددوا في الاول وفي الاخر الانتي بودي اوف سي 1 كيو بايندينج كابابيلتيز ولا لا. لو السي 1 كيو بايندينج استمرت او كان نيجاتيف وبقى بوزيتيف البروجنوزس وحش، كرافت سفاير وحش، بالاضافه طبعا للهيستولوجي. وجمعوا الكلام ده هوت مع الجي اف ار والباثولوجي، عشان انا لو عندي بوست ترانسبلانت جي اف ار قليل ومعايا كمان جلوميرولوباثي يبقى اتوقع الجراف سيرفايفل بتاعي 33% الخمس سنين. سي 1 كيو بايندينج هلاقيه 35%. لو الجي اف ار بتاعي فوق 33 والسي 1 كيو بايندينج بوزيتيف، الجي اف ار 69، نيجاتيف 93%. يبقى اذا بدخل الجي اف ار والدي اس اي والسي 1 كيو بايندينج كابابيلتيز والباثولوجي عشان اعرف عند بعد خمس سنين ده 50% ولا 90%. كلام مهم. حتى في التي سيل ميديت ريجكشن عملوا نفس الكلام، الخلاط ده معتصم، شافوا التيشو والباثولوجي والانتيجين انتي بوديز والجي اف ار وحسبوا برضه بروجنوزس بحيث ان ده يبقى 57%، ده 55، ده 93، ده 74% اكورني للكوكتيل. الاستاد اللي كنت بقول له حضراتكم عليها انه عمل كل حاجه البرو كير ده ريزلتس اند ريفلكشن ذا ريفيو for profiling consortium on antibody repertoire and effector function in kidney transplantation. يبقى بروكير ده هو اختصار للكلام ده. كانوا بيعملوا ايه في البتاع ده؟ ال HLA وال non-HLA وكل حاجه، يبقى كل الكلام احنا قلناه عملوه. و HLA match maker والبرش 2 والكلام ده كله والسنجل نيكلوتايد بالمورفيزم لل non-HLA والكلام ده كله طلع، وطلعنا بمصطلح جديد دلوقتي بدا يخش في المفهوم ديسا. يعني ايه ديسا دكتور محمد الحديدي؟ ما اعرفش لقطها ولا لا. يعني ايه ديسا؟ تمام مش عارف. يبقى في دي اس اي وفي ديسا، بزود لك حاجات النهارده. الديسا يعني دونر ايبيتوب سبيسيفيك انتيبودي، مش دونر سبيسيفيك انتيجين انتيبودي، يعني بقى في ايبيتوب انتيبوديز، وده اكوردنج للايه للمسماتش. وبدات القصه تزيد، وكل ما كان عندي نو ديسا، طب واحد لاثنين ديسا، اكثر من اثنين ديسا، اكثر من اثنين ديسا، جراف سرفايفل از ريديوسد كتير جدا. ده طبعا في الديزيز دونر ترانسبلانتيشن. انا ممكن اوجمنت الكلام ده ان انا اشوف الميموري سيل، وانا مش هخش بقى في الكلام ده كتير، لكن ده سبيشال تيست بيعرفوا يقيسوا بيه الدونر سبيسيفيك بي سيل ميموري، وده بتاوجمنت الريسبونس. الايمونومتري بيقيس التي ان اف الفا من المونوسايتس، ده يمكن قلناه قبل كده في محاضره انه ممكن يبريدكت الاوفر ايمون سبريشن ستيت. لو التي ان اف برودكشن قليل ده معناه الشخص برون للاوفر ايمون سبريشن، وهو الاوفر ايمون سبريشن تي ان اف الفا بوزيتيف سيل
هتلاقي اقل من الثاني فممكن يبقى ريفاين. الامينو قلنا قبل كده والدكتور معتصم قاله في محاضره النهارده ان بقيس الاي تي بي برودكشن باي تي هيلبر سيل، فلو عالي الاي تي بي معناها تي هيلبر سيل فيري اكتيف، فده ممكن يبقى الشخص له ريجكشن، ولو قليل قوي يبقى سبريز، لكن الكلام ده برضو في كلام. الالو شور تيست يمكن علقت عليه النهارده مع معتصم وقلت له ان انا مهتم بيه لانه بيقيس السيركليتنج فري دونر درايف دي ان اي في البلاد بتاع ريسيبيان. انا جرافت بطلع دي ان اي والجرافت ده تبع الدونر، فقيس الدي ان اي اللي طالع من الجرافت ده كورليتد مع ريجكشن، وحتى بعد تريتمنت اوف ريجكشن لو قل معناها ان ايه ان انا ارفع ايدي من الايمين سبريشن. وزي ما قلت للدكتور الحديدي ان انا ممكن افعل مع الريفاين تيوج تايبنج وايد سبريد بيرد دونيشن بروجرام، ده يديني ذا بيست جرافت للبيست بيشنت فور ذا بيست اوتكم. ويمكن احنا عملنا ديت اساينمنت من الدكتوراه قبل كده دكتور محمد عصام ودكتور منى وعبد جواد، وعملنا الايه الكيدني بير دونيشن ناشونال سوليوشن اجينست كوميرشال ترانسبلانتيشن. دكتوره مي حصل لها في الشابتر بتاع ترانسبلانتيشن نادت بهذا الكلام. انا وصلت لنهايه المحاضره، كان محاضره صعبه جدا لكن اعتقد انها تبقى سورس كويس قوي وهتبقى اضافه للقصه ديت، وزي ما احنا قلنا هنفضل نتعلم لغايه ما نقابل وجه رب كريم. اي سؤال تحت امركم، اي سؤال من من الناس الاونلاين انا تحت امرك. دكتور محمد الحديدي ليك سؤال؟ لا يا باشا تسلم، المحاضره كانت كريستال كلير ما شاء الله. طيب انا بشكركم، اتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والمحاضره دي عاوزه ما تنزل على اليوتيوب تشاف 5-6 مرات في حاجات هتحتاج ان انتم تذاكروها وحاجات ان نتناقش فيها تاني. وانا ابقى سعيد جدا باي اراء توصلنا على الايميل. اشكركم على حسن الاستماع واتمنى لكم مستقبل افضل. السلام عليكم.